السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدورة التدريبية الكاملة للتحليل الفني. في الدرس اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى 10 محاور التي ستمكنك من ضبط التحليل الفني. هذا الفيديو لا أظنك ستحتاج غيره لضبط التحليل الفني. إذن ما هي هذه المحاور التي سنتحدث عنها في درس اليوم أو في دورتي اليوم التي مدتها تقريبا ساعتان ونصف؟ أريد منك التركيز عزيزي المتداول. إذن أول محور سنتطرق فيه إلى تعريف بالتحليل الفني، ثم بعد ذلك سندخل في الشموع اليابانية، سندخل في أسرار قراءة مخططات الشموع اليابانية، كذلك سنتطرق إلى المنطق وراء التداول، إلى حالات السوق، سنتحدث عن الدعم والمقاومة، كيفية تداول الدعم والمقاومة، سنتحدث كذلك عن النماذج الفنية، المؤشرات الفنية، مناطق العرض والطلب وكيفية تحديدها بطريقة صحيحة، كيفية استعمال أداة الفيبوناتشي، وأخيرا إذا بقيت إلى آخر هذا الفيديو سنتحدث عن العامل السحري الذي سيجعلك من أفضل المتداولين الفنيين إن شاء الله. أصدقائي، إن عجبتكم هذه الدورة لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفجير اللايكات، ولا تنسوا أن العلم لا يعرف الكذب. لنبدأ دورتنا على بركة الله. ما هو التحليل الفني؟ وهنا فقط الإشارة، هناك نوعان من التحاليل، التحليل الفني والتحليل الأساسي. التحليل الأساسي سنراه إن شاء الله في درس المقبل، فقط أريدكم أن تعرفوا أن هناك مدرستين، مدرسة التحليل الفني ومدرسة التحليل الأساسي. اليوم سنتحدث عن التحليل الفني. والتحليل الفني أنا غالبا ما أقسمه إلى 4 أصناف. الصنف الأول نتحدث فيه عن أدوات الرسم، ثانيا النماذج الفنية أو يسمى بالشارت باثن، ثم نماذج الشموع اليابانية، وأخيرا المؤشرات الفنية. إذن أولا لضبط التحليل الفني يجب أن تعرف الهدف من هذه الأدوات التي سوف تستعملها في التحليل الفني. إذن غالبا الغرض من التحليل الفني هو أنه يساعدنا في فهم حالة السوق. هل نحن في اتجاه صاعد؟ هل نحن في مرحلة التوزيع أو الديستريبيوشن؟ هل نحن في مرحلة الانحدار أو هبوط السوق؟ هل نحن في مرحلة الكونسوليديشن أو التصحيح أو التراكم؟ تلاحظون كذلك يجب أن نعرف الهدف من هذه الأدوات. هل نحن في نريد أن نحدد منطقة ذات قيمة أو area of value، يعني مثلا في هل نحن في منطقة دعم ومقاومة؟ هل نحن في منطقة دعم ومقاومة فيما يخص تريند لاين؟ كذلك هذا التحليل الفني يساعدنا في تحديد مناطق الدخول والخروج من الصفقات، وهذا شيء مهم ومهم جدا. يعني كما قلت يجب فهم الغرض من هذه الأدوات. كذلك يساعدنا التحليل الفني على كيفية الجمع بين هذه الأدوات للعثور على صفقات عالية الاحتمالية في النجاح، وربما حتى يعني وضع استراتيجيات للتداول. يعني هذا شيء التحليل الفني يساعدنا في فهم كل هذه الأشياء. إذن أولا أدوات الرسم. أدوات الرسم هي خطوط التريند، يعني وقد وضعت أنصحكم يعني مشاهدة دورة كاملة لكيفية رسم خطوط التريند أو خطوط الاتجاه. كذلك الدعم والمقاومة وخطوط القنوات السعرية، هذه هي أدوات الرسم. يعني هذه هي الصنف الأول من التحليل الفني، هو أدوات الرسم به خطوط الترند، الدعم والمقاومة وخطوط القنوات السعرية، وهي مفيدة في العثور على المناطق ذات قيمة للتداول منها. يعني دائما يتحدثون عن شراء بسعر منخفض وبيع بسعر عالي، ولكن أين سأجد السعر المنخفض وأين سأجد السعر العالي؟ أين سأعرفه؟ باستعمال هذه الأدوات. هذه الشموع اليابانية. إذن أولا ما هي هذه الشموع اليابانية؟ هذه الشموع اليابانية ما هي إلا طريقة لقراءة حركة السعر، وتعطينا 4 معلومات. تعطينا سر الافتتاح، سعر الافتتاح عفوا، أعلى سعر وصل إليه يعني السوق في حصة معينة في نمط معين، سعر يعني سعر الإغلاق، والسعر الأقل الذي وصلت إليه حصة تداول في وقت معين، مثلا في فريم الساعة أو في فريم 4 ساعات أو في فريم اليومي. إذا كيف نقوم بقراءة الشموع اليابانية؟ يعني هذه الشموع اليابانية تعطيني 4 معلومات، تعطيني سعر الافتتاح، تعطيني كذلك يعني السعر الأقل الذي وصلت إليه حصة معينة من التداول، يعطيني سر الإغلاق، سعر الإغلاق، لا أعرف لماذا أقول سعر الإغلاق، ثم كذلك تعطيني سعر على سعر وصلت إليه الشمعة التي هي الحصة في التداول. لنقول أن مثلا هذه شمعة اليوم، فهذا هو سعر افتتاحها،
هذا هو سعر إغلاقها، هذه أقل سعر وصلت إليه في ذلك اليوم، وهذا أعلى سعر وصلت إليه في ذلك اليوم. نفس الشيء بالنسبة لهذه الشمعة الحمراء، هذه الشمعة الخضراء تقول بأن الاتجاه صاعد أو السعر صاعد، هنا هذه الشمعة الحمراء تقول بأن السعر هابط، وتعطيني كذلك سعر الافتتاح يوجد في هذه المنطقة، وهذا سعر الإغلاق. أعلى سعر وصلت إليه هذه الشمعة أي هذا اليوم، وصل إليه السعر هذا اليوم في السوق، وأقل سعر وصل إليه السعر هذا اليوم في السوق. إذا هكذا نقوم بقراءة الشموع أو نماذج الشموع أو الشموع اليابانية. أوكي، إذا هنا ما هي المعلومات أو الرسائل التي تعطينا إياها الشموع؟ وهذا مهم جدا، مهم جدا. مثلا هذه الشمعة لاحظوا جسمها، فهو كبير، ها كبير، ولاحظوا هذا يسمى الديل، الديل هذا الديل فهو يعني صغير بالمقارنة مع الشمعة. تعرفون أن الشمعة تتكون من الجسم، الجسم ومن الديل، الجسم ومن الديل. وإذا أردتم يعني أكثر تعرف أكثر على هذه النماذج الشموع اليابانية، فأدعوكم إلى الذهاب إلى موقع bipropeptor.com، ستجدون مقالا يتحدث عن الشموع اليابانية. لاحظوا هنا هذا الجسم فهو كبير، بالتالي هذا يقول لي أو الرسالة التي يعطيني بأن هنا المشترون هم المتحكمون في السوق. بينما لاحظوا هنا هذه الشمعة خضراء، وكان يعني سعر الافتتاح كان هذه المنطقة، صعد السعر إلى أعلى، أوكي، بعد ذلك تمت إعادته من هذه المنطقة، وتم إعادته إلى هذه المنطقة ليغلق في هذه المنطقة. أوكي، ماذا يعني هذا؟ يعني أن البائعون هم الذين كانوا يعني كانت المشترون كانوا أقوياء في لحظة معينة، ومن بعد ذلك جاء البائعون، ظهر البائعون وقاموا بإرجاع السعر إلى المنطقة. هذه رسالة أخرى مختلفة عن الرسالة الأولى. هنا المشترون هم مستحوذون على السوق، وهنا ربما البائعون أصبحوا أقوياء وأصبحوا مستحوذين على السوق. يعني لذلك يجب الأخذ بالاعتبار جسم الشمعة شكلها، وكذلك الديل بالمقارنة مع الجسم. إذا كان الديل أكبر من الجسم فهذا يعطينا رسالة مختلفة عن إذا كان الجسم أكبر من الديل، وهذا مهم جدا في قراءة الشموع اليابانية. أريد أن أعطيكم بعض النماذج من الشموع، وهي نماذج أقوى 3 نماذج يمكنك أن تتداولها يا صديقي. وأول نموذج هو الشمعة الابتلاعية. الشمعة الابتلاعية تكون في الأول، مثلا يكون لدينا اتجاه هابط من المنطقة هكذا، تكون لدينا شمعة حمراء في آخر الاتجاه، وبعد ذلك في لحظة معينة تظهر لنا شمعة مباشرة بعدها يبتلع جسمها، جسم هذه الشمعة. تلاحظون هذا الجسم الأحمر تم ابتلاعه من هذا الجسم، بالتالي هنا هذا قد يعطينا دليل على أن ربما يصعد الاتجاه، يصعد السعر، أو يكون هناك انعكاس في الاتجاه. أنا أحبك أن أستعمل هذا النموذج عندما يكون لدي اتجاه صاعد ويكون لدي بول باك، وهذا البول باك ألاحظ فيه هنا هذا النموذج الذي أراه هنا. مثلا ليس فقط يعني شمعة ابتلاعية، يعني أريد أن أرى شمعة، هذا النموذج شمعة حمراء ثم تأتي شمعة خضراء تبتلعها، هذا يقول لي بأن السعر سيصعد، بالتالي أكون أتداول مع الاتجاه، أتداول مع الاتجاه. فقط هذا ارتداد، وعرفت أين انتهى الارتداد ودخلت لآخذ مثل هذه الموجة هنا. هكذا أحب أن أتداول باستعمال هذا النموذج الذي هو الشمعة الابتلاعية. وهناك شمعة ابتلاعية صاعدة وشمعة ابتلاعية هابطة، هذه شمعة ابتلاعية صاعدة، وهذا المثال هو عبارة عن شمعة ابتلاعية، هذا المثال هو عبارة عن شمعة ابتلاعية هابطة، لأنه لاحظوا كان هناك ربما اتجاه صاعد، هنا ظهرت لنا هذه الشمعة الخضراء، بعد ذلك مباشرة بعدها ظهرت لنا شمعة حمراء أكلت أو ابتلعت الشمعة الخضراء، بالتالي هذا احتمال أن يكون هناك نزول للسعر. تلاحظون إذا هذا هو أول نموذج أقوى وأول نموذج قوي من نماذج الشموع اليابانية. النموذج الثاني الذي أريد أن أريكم هو نموذج الهامر أو الشوتينج ستار. الهامر أو الشوتينج ستار، إذا ما هو هذا النموذج؟ لاحظوا هذا نموذج الهامر وهذا نموذج الشوتينج ستار. نموذج الهامر يكون عندما يكون لدينا اتجاه هابط، يكون لدينا مثلا اتجاه هابط هكذا، اتجاه هابط، السعر ينزل بقوة هكذا، ثم بعد ذلك ألاحظ هذه الشمعة. ماذا تقول لهذه الشمعة؟ تقول لي أنه كانت شمعة حمراء في الأول، يعني نزلت من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة،
وكان البائعون هم المتحكمون في السوق، ولكن في لحظة معينة رجع السعر وتم إغلاقه في هذه المنطقة. تلاحظون تم إغلاقه في هذه المنطقة، بالتالي تلاحظون جسم الشمعة، بالتالي هذا يقول لي بأن هناك احتمال كبير أن يرجع، أن يكون هناك انعكاس في هذا السوق، لأن ظهرت قوة شرائية في هذه المنطقة. أوكي، نفس الشيء هنا، ربما يكون لدي اتجاه صاعد هكذا، ظهرت لي هذه الشمعة التي كانت التي تم يعني افتتحت وصعدت إلى هذه المنطقة، وبعد ذلك تم إرجاعها لتغلق هنا في هذه المنطقة. ولاحظوا جسم الشمعة، ولاحظوا الديل، الديل أكبر من الشمعة بكثير، هذا يقول لي بأن هذه أنه ظهرت قوة بيعية هنا في هذه المنطقة، بعدما كان المشترون هم المتحكمون، وبالتالي ربما يكون هناك انعكاس في السوق. ولكن أنا كيف أحب أن أستعمل هذه النماذج؟ أحب أن أستعملها مع الاتجاه، لا أحب أن أستعملها كانعكاسات، ولكن أحب أن أستعملها مع الاتجاه. يعني ربما بالنسبة لهذا الهامر أحب أن أرى اتجاها صاعدا، كذلك يكون هناك بول باك هكذا، أحب أن أرى هذه الشمعة هنا هكذا، ثم أدخل فوقها مباشرة لأخذ موجة صاعدة. نفس الشيء هنا، أحب أن أرى اتجاها هابطا، أريد أن أرى بول باك هكذا أو ارتداد، أرى هذه الشمعة هنا في هذه المنطقة، أقوم بالبيع من هذه المنطقة وأخذ هذه الموجة، ربما إلى هناك هدف أول، إلى هناك هدف أول، وأكون قد تداولت مع الاتجاه. لا أحب التداول عكس الاتجاه، أوكي؟ لا أحب التداول عكس الاتجاه، أنا هكذا أحب أن أستعمل هذه النماذج مع الاتجاه، بالرغم من أنها كذلك هي نماذج انعكاسية. آخر نموذج قوي أريد أن أشاركه معكم هو نموذج الإيفنينغ ستار والمورنينغ ستار، نجمة المساء ونجمة الصباح. تلاحظون هذه تسمى المورنينغ ستار، وهذه تسمى الإيفنينغ ستار أو شمعة المساء. يعني تلاحظون يكون هناك مثلا يعني اتجاه هابط، قد يكون اتجاها هابطا في مدى طويل أو فقط ارتداد. تلاحظون هناك شمعة حمراء، لاحظوا جسمها، بعد ذلك تظهر لي شمعة بهذا الشكل على شكل علامة زائد تسمى شمعة دوجي، ثم بعد ذلك تأتي شمعة خضراء كبيرة ربما تصل إلى أكثر من، يعني أريدها أن تفوت، أو يعني نعم تفوت 50% من جسم هذه الشمعة، أن تغلق فوق 50% من جسم هذه الشمعة، وهذا يقول لي بأن السعر ربما سيصعد إلى الأعلى. نفس الشيء بالنسبة لهذا الإيفنينغ ستار، يكون الاتجاه صاعدا، لاحظوا شمعة خضراء كبيرة بجسم كبير، تظهر لي هذه العلامة كعلامة زائد يعني دوجي كاندل، وبعد ذلك أريد أن أرى شمعة حمراء تغلق أسفل 50% من هذه السبعة، 50% تكون هنا تغلق أسفل 50%، وبعد ذلك هذا يعني أنه ربما هناك احتمال كبير أن ينزل السعر. كما قلت لكم أريد أن أرى هاتي أنا أريد أن أستعملها في مع الاتجاه، يعني دائما أستعملها في البول باك أو في الارتداد، يعني يكون اتجاه صاعد أريد أن أرى بول باك، أرى مثل هذا النموذج هنا في هذه المنطقة، أبحث عن الشراء. أوكي، نفس الشيء في هذه المنطقة، يعني يكون لدي اتجاه هابط ارتداد، أرى مثل هذا النموذج هنا، أقوم بالبيع إلى هذه المنطقة، إن هذا هو يصبح دعما، كان مقاومة يصبح دعما، قد يرتد من هذه المنطقة، بالتالي هدفي يكون هذه المنطقة. أوكي، بكل يعني بكل بساطة وبكل سهولة هكذا أحاول أنا أتداول باستعمالات النماذج مع الاتجاه وليس عكس الاتجاه. إذا لنلخص ما رأيناه بالنسبة للصنف الثاني الذي هو نماذج الشموع الياباني، الصنف الثاني في التحليل الفني. إذا أولا، هذه النماذج ما هي إلا طريقة لقراءة برايس أكشن أو حركة السعر أو السلوك السعري، هي مفيدة جدا لتحديد نقاط الدخول في الصفقات، يعني أنا أستعملها كثيرا لتحديد نقاط الدخول، وربما حتى تستعملها كنقاط للخروج من الصفقة. ورأينا أهم وأقوى يعني نماذج الشموع اليابانية، رأينا الشمعة الابتلاعية، رأينا الهامر والشوتينج ستار، ورأينا المورنين والإيفنين. ماذا سنتعلمه في هذا الدرس؟ أو ما هي الأشياء التي سنتعلمها في هذا الدرس؟ أولا، سنتعلم كيفية التعرف على القوة والضعف في الأسواق، يعني متى تظهر لنا قوة وتكون مخفية. أكيد يعني لا يمكن للكثير أن يقرأوا أو يفهموا هذه القوة والضعف في الأسواق. إذا كان هناك ضعف في الأسواق سنبحث عن البيع، وإذا كانت هناك إشارات للقوة الخفية في الأسواق سنبحث عن الدخول في صفقات شراء. كذلك ما سنتعلمه في هذا الدرس إن شاء الله هو سنتعرف على ما إذا كان الاتجاه أو اتجاه السوق أو ترند السوق في حالة بول باك ارتداد أو
أو انعكاس، يعني انعكاس كامل، يعني لأن يعني هناك فرق بين الارتداد أو البول باك وبين انعكاس الاتجاه. يعني الانعكاس يكون هناك اتجاه مثلا هابط، فالانعكاس يعني أن السعر سيصعد والاتجاه سيصبح صاعدا لمدة طويلة، بينما البول باك أو الارتداد فيكون لفترة قصيرة قبل الرجوع إلى الاتجاه العام أو السياق العام للسوق. كذلك سوف نتعرف على كيفية توقع الانعكاسات الاتجاه الترند بدقة متناهية. فهناك شروط وبعض الأشياء والقواعد المهمة التي علينا أن نتعرف عليها، فبسيطة سهلة وتمكننا من أن نصبح جد 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 دقيقين فيما يخص تحديد أو توقع انعكاسات السوق. طيب كذلك سنتعرف على كيفية أو متى يجب علينا الدخول في الصفقات أو البقاء خارج الأسواق وعدم الدخول في الصفقات، وهذا كذلك سيحمينا إذا استطعت أن أبتعد عن السوق في فترة معينة أرى فيها أنه علي أن أبتعد عن السوق، فهذا يعني أنني حميت مالي، حميت رأس مالي، بالتالي هذا ربح، ربح لي كذلك. طيب أول شيء أريد أن أتحدث عنه هو حركة اتجاهية أو trend move أو اتجاه في السوق. وكيف أتعرف على الاتجاه في السوق؟ عندما تكون هناك شموع واسعة النطاق تتحرك في اتجاه الترند. ماذا أقصد بشموع واسعة النطاق؟ يعني شموع ذات أجسام كبيرة. وغالبا إذا رأينا مثلا، لنرى مثالا هنا، أحضروا الشارت، ربما البيتكوين مثلا. لاحظوا هذه حركة اتجاهية، لاحظوا كيف هي الشموع، لاحظوا كيف هي أجسام الشموع أو رانج الشموع، فهي قوية، تلاحظون يعني شمعات قوية، شمعات كبيرة، تلاحظون. إذا هذا اتجاه بالنسبة لي أنا، هذا أسميه حركة اتجاهية، أو تستطيعون أن تسموه حركة أو موجة قوية، impulsive move، موجة قوية، موجة دافعة. أوكي، هذا مثال للحركة الحركة الاتجاهية. كما قلت نستطيع معرفة أن هناك اتجاه، حركة اتجاهية، تكون لدينا شموع أو نطاقات شموع أو رانج الشموع يكون كبيرا. تلاحظون مثلا هنا، لاحظوا هذا الاتجاه كذلك، لاحظوا الشموع كيف هي كبيرة شيئا ما، هنا كذلك لاحظوا الشموع في هذه المنطقة، فهذا يعني اتجاه كذلك صاعد. نحن الآن في فريم اليومي في البيتكوين، لاحظوا كذلك هنا، فهذا هذا اتجاه، لاحظوا الاتجاه كيف هو، إذا مسحت وريتكم فقط الاتجاه، لاحظوا هذا اتجاه وهذا، يعني سنتحدث عنه بول باك، ولكن أنا الآن أريد أن أتحدث فقط عن الحركة الاتجاهية. لاحظوا هذا كذلك حركة اتجاهية، هذا كذلك حركة اتجاهية، هنا كذلك حركة اتجاهية، تلاحظون رانج الكاندلز، رانج الشموع كبير، وهذا شيء وإشارة مهمة ومهمة جدا عليكم تذكروها أصدقائي. ما دمت أنا في اتجاه وأرى أن نطاق الشموع كبير ويكبر شيئا فشيئا، أو يكبر ولا يصغر، فهذا يقول لي أن هناك تواصل في الاتجاه، لا زال السعر سيتواصل. أما إذا رأيت أن يعني الاتجاه أو الاتجاه صاعد مثلا، ولدي شموع بدأت تصغر نطاقاتها، رانج الشموع بدأ يصغر، يعني جسمها يصغر، فهذا يقول لي بأن ربما لم تعد هناك سيولة في السوق، وربما قد ينعكس الاتجاه أو يكون هناك تصحيح كبير. لذلك أردت أن أعطيكم هذه المعلومة، وهي معلومات حركة اتجاهية مهمة ومهمة جدا أصدقائي. طيب هناك حركة ارتدادية، يعني في السوق كما قلنا هناك حركة اتجاهية يعني الترند يعني الاتجاه، وهناك حركة ارتدادية وهي البول باك، يعني عندما يكون الاتجاه صاعدا، إذا أردنا أن نقوم ب رسم، عندما يكون الاتجاه صاعدا، صاعد ثم هذا الارتداد وصعد، هذا الارتداد نسميه حركة ارتدادية أو بول باك، وهذا نسميه حركة اتجاهية. الفرق بينهما أن الحركة الاتجاهية نجد فيها شموعا كبيرة ذات نطاقات كبيرة، أما في الحركة الارتدادية أو البول باك التي هي هذه المنطقة، سنجد شموعا صغيرة النطاق تكون عكس الاتجاه العام للسوق، دائما تكون عكس الاتجاه العام للسوق. تلاحظون هنا الاتجاه العام كيف هو، هو صاعد، وهذا الارتداد كيف هو، هو في اتجاه عكس الاتجاه العام للسوق، بالتالي فهو هابط، بالتالي هذا يسمى بول باك، ارتداد. ومتى نعرف انه ارتداد؟ عندما يتم كسر القمه التي سبقتها، هنا نعرف بان هذا ارتداد، لا يمكن ان نعرفه هنا في هذه المنطقه مثلا. اذا اردت
لحتى نكون واضحين، لا يمكن أن نعرف أن هذا ارتداد في هذه المنطقة، مستحيل، ما تعرف بأنه كان ارتدادا عندما يصل إلى هذه المنطقة ويكسرها. ولكن أنا هدفي هو إذا رأيت بعض الأشياء هنا في هذه المنطقة أستطيع البحث عن شراء البول باك، دخول في الصفقة على أساس أن السعر سيصعد. أوكي، متى؟ ربما إذا نظرت أن وعرفت أن منطقة تلك الشموع سائرة، أستطيع الدخول في صفقات شراء. لنرى أمثلة للبول باك، مهم جدا أصدقائي حتى تعرفوا الفرق بين الاتجاه والبول باك. لاحظوا مثلا في نفس المثال الذي هو البيتكوين، نبقى في نفس المثال الذي هو البيتكوين، لاحظوا كان هذا، لاحظوا هنا الشموع قوية، ولكن لاحظوا الارتداد فهو شموع صغيرة، هنا شموع صغيرة، هنا كذلك لاحظوا هذه الشموع كيف هي صغيرة، إذا هذا اتجاه وهذا ارتداد، لاحظوا كذلك هنا هناك اتجاه لأن الشموع قوية، ولكن لاحظوا الارتداد كيف هو، تلك الشموع فهي صغيرة، بالتالي هذا يقول لي أنها ارتداد، ويعني أنه إذا لاحظت هذا المثال، إذا لاحظت هذا الشيء، إذا لاحظت أنه لدي هنا ارتداد، أستطيع البحث عن البيع، لأن الاتجاه العام أو اتجاه الكونتكست أو الاتجاه العام للسوق أو ترند السوق فهو هابط. تلاحظون؟ لنرى عفوا، لنرى مثال آخر، مثلا لنرى ربما اليورو دولار أو أي مثال، يورو دولار مثلا، الفريم، أي فريم اليومي مثلا، نبقى في اليوم حتى نفرق بين الاتجاه والبول باك. لنذهب إلى فريم 4 ساعات حتى نرى أكثر. طيب لاحظوا معي، لاحظوا هنا مثلا، لاحظوا إذا سألتكم أين هو الاتجاه هنا في هذه المنطقة، الاتجاه واضح هنا، الاتجاه هابط. إذا لاحظوا كيف هي هذه الشموع، ابتدأت يعني شموع قوية ذات رانج قوي، ولاحظوا يعني البول باك كيف هو، لاحظوا الشموع هي صغيرة شيئا ما بالمقارنة مع الشموع الهابطة، يعني الشموع التي تعطينا الاتجاه. تلاحظون؟ إذا هنا كذلك لاحظوا هذه الشموع الحمراء، لاحظوا هنا رانجها كبير، قوية كبيرة بالمقارنة مع هذا البول باك، حتى ولو في الأخير ابتدأ يعني يصبح قويا بعض الشيء، ولكن فقط شمعتين، أما الشمع الأخير فهي صغيرة. تلاحظون؟ بالتالي هنا هذه الطريقة تمكنني من تحديد الاتجاه، تمكنني من تحديد البول باك، اتجاه بول باك، وتستطيع البيع. ولاحظوا الشموع دائما فهي كبيرة، لاحظوا، تلاحظون؟ إذا هنا دائما يجب علينا تذكر هذا الشيء، هو رانج الشموع اليابانية، أو تلك يعني إذا كانت لدي حركة اتجاهية، ألاحظ دائما أن تلك الشموع اليابانية فهي قوية ذات رانج كبير، بها سيولة، بالتالي ستكون كبيرة، جسمها سيكون كبيرا. بينما البول باك نستطيع أن نعرفه حتى ولو لم نعرف كيف نحلل البول باك، لأن البول باك أو التصحيح هو في حقيقة الأمر ما هو إلا تصحيح، بالتالي إذا لم تكن تضبط التحليل الموجي ولا تعرف كيف تحلل التصحيح، على الأقل ستعرف أن إذا كان هذا بول باك فعلا سيكون رانج الشموع صغيرا بالمقارنة مع تلك الحركة القوية. لنرى مثالا آخر، أريد أن نوضح الفكرة، فهي مهمة بالنسبة لي، إذا إن فهمتموها فستكون مهمة، وفقط هنا فقط كمستملحة ودعابة، أريدكم أن تضعوا في التعليقات بوم، أريد تعليقات القناة كلها نجد فيها كلمة بوم، إن أعجبكم هذا الفيديو. لماذا؟ ربما يكون شعار قناة العلم يعرف الكاتب هو هذه الكلمة بوم. طيب يعني هذه فقط مستملحة بين قوسين. طيب لنرى مثال آخر، ريموف دراون تولز. طيب نذهب إلى مثلا الاس اند بي 500، لاحظوا معي، نزيل هذه الأشياء. طيب لاحظوا إذا سألتكم هنا ستقولون لي بأن اتجاه السوق فهو صاعد، اتجاه السوق فهو صاعد، واضح يعني اتجاه صاعد. ولاحظوا إذا يعني إذا جينا لهذه المنطقة، لاحظوا رانج هذه الشمعة الحمراء، لاحظوا هذه الشمعة بالمقارنة مع هذا الصعود كيف هو، يعني ليست هناك أي شمعة تساوي هذه الشمعة. ماذا يقول لي هذا؟ يقول لي أنه إذا كنت داخلا في صفقات شراء يجب أن أخرج من الصفقات. لماذا؟ لأن هناك احتمال أن يتغير اتجاه السوق، يعني هذا لا يمكن، صعب أن يكون بول باك، قد يكون ربما حركة اتجاهية أولى في تصحيح كبير، ربما لأن
من منطلق يعني تعاملي او تعلمي لتحليل الموج، اعرف ان هذه الموج كلها يجب ان تصحح في وقت من الاوقات، يجب ان يكون هناك تصحيح، يعني رانج، ليس فقط بول باك، ليس فقط حركه هكذا. بالتالي ربما تكون هذه الحركه الاولى في ذلك التصحيح الذي قد يكون بهذا الشكل، تلاحظون. لذلك يجب اذا رايت مثل هذا كنت في اتجاه صاعد ورايت ان هناك شمعه قويه جاءت في ذلك البول باك، فهذا ليس بول باك، ربما يكون تصحيح او ربما يكون تغيرا في بنيه السوق، نزولا للسعر عوض عن كان صاعدا سينزل. لنرى، ولاحظ ما الذي وقع، تلاحظون النزول كيف هو. بالتالي يعني مهم جدا ان نعرف هذا يعني نعرف في الاتجاه لدينا حركه اتجاهيه وحركه ارتداديه. الحركه الاتجاهيه تكون في اتجاه العام للسوق، اتجاه صاعد، وتكون موجات او الشمعات قويه ذات رانج كبير، ذات نطاق كبير واسع. في البول باك يكون نطاق صغير. اذا رايت ان اذا كنت انتظر بول باك ولكن رايت بان تلك الشموع ذات نطاق كبير كهذا المثال، فهذا يعني ان ربما هناك تحول في الاتجاه، او ربما يكون هناك يعني تصحيح كبير، يعني ربما يكون هناك تصحيح هنا في هذه المنطقه بهذه الطريقه قبل ربما النزول او حتى الصعود. اوكي، تذكروا هذه الاشياء فهي مهمه ومهمه جدا. طيب، كما قلنا هذا انذار. حركه اذا كانت حركه الارتداد البول باك واسعه النطاق كما راينا في المثال، من المحتمل ان تتغير بنيه السوق، فهذا ما شرحته لكم اصدقائي في هذا المثال. طيب، اريد كذلك ان اتحدث عن كسر البنيه، لان كسر البنيه هو الذي سيؤكد لي هل هناك ريفرسال، هل هناك انعكاس في السوق. ماذا اقصد بكسر البنيه؟ تعرفون انه يكون لدينا مثلا، نقول انه لدينا اتجاه صاعد، اتجاه صاعد، ارتداد، ثم اتجاه صاعد، ثم ارتداد، ثم اتجاه صاعد. هنا ارتداد ثم صعد السعر. هنا لحد الساعه لدينا اتجاه صاعد صحي، healthy up trend. طيب، بعد ذلك يعني سنلاحظ انه نزل السعر وكسر هذا الدعم support، يعني كسر بنيه. هذا ما اقصده بكسر البنيه. بعد ذلك يعني كسر ثم صعد، ولكن لم يصعد وكسر لهذه المنطقه، بالتالي اعطاني lower high. lower high هذا هو الهاي الاول، وهذا هو الهاي الثاني. lower high هذا الهاي اقل من القمه الاولى، بالتالي نسميها lower high. طيب، هذا يقول لي ان السعر قد اذا جاء السعر هذه المنطقه فهذا ربما يكون تغيرا للبنيه، بالتالي هنا اعطاني lower low. هذا لو وهذا اللور لو، يعني قاع اسفل من قاع وقمه اسفل من قمه. هذا يقول لي ان هناك تغير في البنيه. لا، لن اقول بانه هناك انعكاس في الاتجاه، يعني سيصبح الاتجاه هابطا، ولكن تغير في البنيه، يعني ربما كنا في اتجاه صاعد والان يا اما سنكون في تصحيح كبير او سنكون في اتجاه هابط، هي تغير الاتجاه. إذا هذه نقطة مهمة وقاعدة مهمة لكي نحدد هل هناك انعكاس في السوق، هل هناك احتمال أن ينعكس السوق. وهذه الطريقة تمكنني من معرفة انعكاس السوق بطريقة قوية ودقة متناهية أصدقائي، يعني كسر البنية، كسر البنية. فأريد أن نرى مثالا، إذا استطعت أن أعطيكم مثالا لكسر البنية حتى نفهم. ربما انا لم احضر امثله مع الاسف. نعم، هنا. طيب، لنرى، لاحظوا معي ماذا كان لدي هنا. كان لدي اتجاه هابط، لاحظوا، كانت لدي حركه بول باك ثم حركه قويه ثم بول باك. لا تنسوا اننا في فريم يومي هنا، في ليس في، ثم حركه قويه بول باك، حركه قويه. اوكي، طيب ما الذي وقع بعد ذلك؟ لاحظوا الرانج، هذه الشموع فهي قوية، إذا حركة قوية صعدت، ثم بعد ذلك تصحيح وصعدت وكسرت لي هذه البنية. لاحظوا هذه البنية تم كسرها. هنا سأقول بأن ربما هناك تغير في الاتجاه، يا إما تغير في الاتجاه أو تغير في بنية السوق، يعني تغير في الاتجاه أو تصحيح. بالتالي هنا ربما أبدأ بالبحث عن الشراء إذا كان لدي بيلد أب هنا، يعني تصحيح هنا، وهنا ربما تكون منطقة الشراء وستوب لوس هنا على أساس أن يصعد السعر، وهذا الذي وقع. تلاحظون، يعني فقط الصبر وانتظار أن
تقوم أن يكون هناك كسر للبنية، وهذا هو ما يعني أردت أن أقوله يعني وأردت أن أشرح به كسر البنية. طيب لاحظوا أصبح الاتجاه صاعدا صاعدا، تلاحظون أصبح الاتجاه صاعدا، لاحظوا الصعود، تلاحظون. إذن هنا متى سأقول بأن قد يتغير الاتجاه؟ قد يتغير الاتجاه متى؟ هنا في هذه الحالة مثلا، إذا جاء السعر وكسر لي هذا الدعم، هذا السبورت، إذا جاء السعر لهذه المنطقة ثم صعد ولكن لم يكسر لي هنا، يعني أعطاني لور هاي ثم بعد ذلك نزل إلى هذه المنطقة وكسر وأعطاني لور لو، هنا سأقول هناك خلاص، هنا ستتغير بنية السوق، وعلينا البحث عن البيع عوض البحث عن الشراء. أو يعني قد تتغير البنية وتصبح تصحيحا كبيرا، أو يتغير الاتجاه. بالتالي هنا في هذه المنطقة إذا كان لدي تصحيح هكذا أستطيع الدخول في صفقات بيع. أوكي، إذا هذه إشارة قوية مهمة جدا، تعطيني تلك المعلومة فيما يخص المعلومة يعني المعمقة فيما يخص قراءة الشموع اليابانية. هذه الطريقة قرأت الشموع، رأيت أن يعني هناك نطاقات قوية، لاحظوا هنا هناك نطاقات قوية للشموع، ولكن هنا بدأت تصغر، وهنا بدأت تصغر، تلاحظون هذا بول باك، هذا بول باك، يعني جاء السعر ثم بول باك ثم جاء يعني هنا بول باك هنا ثم صعد هنا كذلك. سنرى هل سيكون هناك بول باك أو ارتداد أو انعكاس للسوق. إذا كانت الشموع صغيرة نطاقتها صغيرة فهذا بول باك، ليس هناك انعكاس. عندما يتم نزول بقوة وكسر كما رأينا في المثال السابق، هذا قد يدل على أن هناك تغير في البنية وكسر للبنية. أرجوكم أصدقائي تذكروا هذه الأمور، فهي مهمة ومهمة جدا أصدقائي. لنرى مثالا آخر في الاتجاه الهابط، بيتكوين مثلا، نعود إلى البيتكوين. أريد أن أعطيكم مثال في الاتجاه الهابط حتى تفهموا هذه الأمور، فهي مهمة ومهمة جدا. طيب نذهب إلى الاتجاه الهابط، واحدوا معي. طيب أنا لم أحضر أمثلة ولكن سنجد أمثلة إن شاء الله تكون مناسبة. لاحظوا معي هنا في هذه المنطقة، يعني هنا لدينا اتجاه هابط، وأريد أن أعرف متى قد ينعكس السعر، متى قد ينعكس الاتجاه، متى قد تتغير بنية هذا السوق. ماذا قلنا عن النطاقات كيف هي؟ لاحظوا قوية، إذا هذه حركة قوية، ولاحظوا هنا هذا بول باك، ثم بعد ذلك هذه حركة قوية بول باك صغير، ثم هنا بدأت تصغر يصغر النطاق، ولاحظوا ما الذي وقع بعد ذلك مباشرة بوم، صعد السعر بقوة، هناك شموع قوية ظهرت هنا. لحد الساعة هل هناك تغيير كسر للبنية؟ متى سيتم كسر البنية؟ كسر البنية سيتم كسرها هنا في هذه المنطقة، هنا هي البنية هنا، هذا هو هذه هي الريزيستنس، هذه المقاومة، عفوا هذه المقاومة كمان. أريد تغيير اللون، لا أدري ما الذي وقع لهذه. طيب طيب كما قلت، هذه البنية هنا، تلاحظون هذه البنية. إذن لما تم كسر البنية هنا، ماذا قلنا؟ سنبحث عن تصحيح، وبعد ذلك ماذا؟ نبحث عن الدخول في صفقات شراء، لأنه تغيرت البنية، تغيرت البنية، يعني قد ندخل في تصحيح كبير أو قد ندخل في اتجاه صاعد. والذي وقع وأننا دخلنا في اتجاه صاعد، وكيف سنعرف ذلك؟ فهي واضحة، لاحظوا شو كيف هي، كيف قوتها، لاحظوا تكبر شيئا فشيئا، لاحظوا تلاحظون حتى هنا هناك شموع قوية حمراء، ولكن الذي غلب هو الاتجاه الصاعد، تلاحظون. وإذا دخلت من هنا فلاحظ كم ستربح من هذه المنطقة، فقط بتطبيق هذه الطريقة كيف تتعرف بدقة متناهية على انعكاس السوق. وهنا رأينا مثالا في الاتجاه الصاعد، ورأينا مثالا في الاتجاه الهابط. أتمنى أصدقائي أن تستفيدوا من هذه المعلومات، فالمعلومات يعني لن تجدوها كثيرا، فهناك القليل من يشرح هذه الأشياء بطريقة يعني مبسطة، وأنا أحاول أن أبسط لكم على قدر المستطاع حتى تفهموا. طيب إذا قلنا أن يكون هناك كسر البنية، عندما تكسر البنية يا إما سيكون هناك تصحيح كبير،
أو سيكون هناك تغير في الاتجاه، وعوض أن يكون إذا كان السعر هابطا فهناك اتجاه صاعد، إذا كان السعر صاعدا فالاتجاه سيكون هابطا. وسنرى مثلا في الاتجاه الصاعد سنرى أنه كسرت البنية وأصبحت تعطينا lower highs and lower lows، وفي الاتجاه الهابط أصبحت تعطينا تم كسر البنية، يعني تم كسر آخر مقاومة، وبعد ذلك أصبحت تعطينا higher highs and higher lows. إذا هنا رأينا كيف نتداول مع الاتجاه، فهذه طريقة مهمة. إذا كان الاتجاه يعني هنا لأشرح لكم كيف يمكن أن نتداول مع الاتجاه بطريقة باستعمال قراءة الشمع اليابانية. لاحظوا أنا لدي اتجاه صاعد ثم بول باك ثم بعد ذلك صعد السعر، وهنا سأقول في نفسي أولا كيف هو هذا الاتجاه الصاعد، هل هو صحي؟ كيف سأعرف بأنه صحي؟ عندما تكون لدي تلك الشموع رنجها رنج نطاقها يكون كبيرا، يعني هناك سيولة في تلك الشموع، هناك ناس يشترون في تلك الشموع. لاحظت بأن هناك ناس يشترون وهناك نطاقات كبيرة. سأقول في نفسي إذا رأيت أن هناك بول باك، وكيف سأعرف أن هناك بول باك أو ارتداد؟ عندما تكون تلك الشموع نطاقتها صغيرة. نطاقتها كيف؟ صغيرة. هنا سأبحث عن الشراء، سأبحث عن الشراء، وتتذكرون تقنية الفيبوناتشي، لقد كنت قد أعطيتكم هذه التقنية. ماذا قلنا؟ ننتظر أن يصل السعر إلى هذه المنطقة التي ستصبح ماذا؟ كانت منطقة مقاومة الآن ستصبح منطقة دعم. أقوم بأخذ الفيبوناتشي ريتريسمنت من هنا إلى هنا. أدعوكم إلى مشاهدة الفيديو قبل هذا الفيديو الأخير في القناة عن الفيبوناتشي، مهم جداً، وأقوم بقياسها وأرى أين أنا في هذه المنطقة، أي مستوى. أنا في 38 61 50، إذا كنت فوق مستوى معين أنتظر، ربما أستعمل الـ RSI وأستعمل الأوفر بوت والأوفر سولد. هنا سأستعمل الأوفر سولد، التشبع البيعي يدخل في الصفقة باستعمال شمعة من الشمعة اليابانية، نموذج ربما بين بار، ربما انجالفين باترن، ربما لا أدري تويزر باتم، أي شيء، أدخل في صفقة شراء. أين سيكون الهدف؟ سيكون الهدف هو 127% في فيبوناتشي اكستنشن لهذه الشمعة. أنا الآن أعطيتكم استراتيجية لتداول اتجاه للتداول مع الترند. تلاحظون يعني ماذا أحتاج لكي أتداول مع الترند بطريقة صحيحة، مع الاتجاه بطريقة صحيحة؟ أحتاج لي أمورين بسيطة. أولا كيف طريقة قوية لقراءة مخطط الشموع اليابانية، كيف سأقرأه؟ قلنا حركة قوية، أريد أن أرى حركة قوية مع شموع ذات نطاقات واسعة، ثم بعد ذلك أريد أن أرى حركة ارتدادية عكس الاتجاه العام، عكس السياق العام. يعني إذا كان الاتجاه صاعدا أريد حركة ارتدادية إلى الأسفل، إذا كان الاتجاه هابطا أريد حركة ارتدادية إلى صاعدة. كيف سأعرف بأن حركة ارتدادية؟ سيكون نطاق الشموع صغيرا، إذا كان نطاق الشموع صغيرا هذا يعني أنه ليست هناك ترانزاكشنز كثيرة، يعني ليس هناك عفوا ليس هناك سيولة في تلك المنطقة، سأبتعد عنها. ثم بعد ذلك ندخل باستعمال فيبوناتشي الـ RSI Oversold Overbought Zones ونموذج من نماذج الشموع اليابانية، وها أنت حصلت على استراتيجية يمكنك أن تطبقها. قم، ولكن ماذا قلنا؟ نقوم بالباك تيستين على الأقل 100 مرة في تايم فريم معين، مثلا فريم الساعة أو فريم 4 ساعات، باستعمال هذه الشروط على زوج واحد، وإذا حققنا نتائج قوية فيه نبقى مع ذلك الزوج ونقوم بتداوله كل يوم، وستحققون أرباحا قوية أصدقائي باستعمال هذه الطريقة. أنا يعني أضمن لكم ذلك. أوكي، طيب، كذلك يعني من أراد التعمق أكثر وتعلم مثل هذه الاستراتيجيات واستراتيجيات أكثر وأكثر وأقوى، مع ليلى يعني اشترك معنا في الدورة التدريبية المدفوعة، فيتصل بي عبر الواتساب، سجل الواتساب في الديسكريبشن. أوكي، طيب، نكمل درسنا أصدقائي. إذا رأينا كيف نتداول مع الاتجاه. الآن كما قلنا كيف نتوقع انعكاسات، وكيف نتوقع انعكاسات وقد تحدثنا عنها. تكون لدينا حركة اتجاهية ثم بعد ذلك حركة ارتدادية ثم بعد ذلك نرى كسرا للبنية. يعني قلنا أنه تكون لدينا حركة اتجاه ثم بول باك ثم اتجاه ثم بول باك ثم اتجاه ثم بول باك ثم اتجاه مثلا. بعد ذلك ماذا رأينا؟ رأينا كسرا للبنية. لاحظوا هنا تم كسر هذه البنية، تم كسر هذه المنطقة. أريد أن أرى صعودا بول باك، نطاق صغير، نطاقات الشموع تكون صغيرة، ثم تعطيني lower lows، تعطيني lower high lower lows. هذا يقول لي خلاص إذا أعطاني تصحيحا هنا صغيرا
ابحثوا عن البيع، لان هناك تغير في الاتجاه. سهل بسيط، قواعد مضبوطه واضحه، ليس فيها اي يعني، لا يمكنك ان تخمن ولا ان تبحث عن كيف ساقوم به، كيف ساعرف. هذه شروط سهله بسيطه، اي شخص مبتدئ محترف يمكن ان يطبقها، وان شاء الله ستعطيه نتائج قويه وقويه جدا. وقد اعطيتكم حتى الاستراتيجيه، بالتالي يعني دعمونا باللايكات اصدقائي، ولا تنسوا الاشتراك في القناه، ويعني حاولوا ان تقوموا بمشاركه الفيديوهات مع اصدقائكم ليستفيدوا. طيب، لدي نصيحه اخيره اصدقائي اضافيه قبل ان ننهي هذا الفيديو. دائما علي ان استند على مناطق دعوم ومقاومه في اطار زمني الاعلى، يعني دائما ابحث يعني في المنطقه التي اريد ان ادخل فيها هل هي متزامنه مع ربما مقاومه او دعم في نطاق زمني اعلى. مثلا انا اريد ان ادخل في 4 ساعات، هل في فريم اليومي، في فريم اليومي توجد منطقه دعم او منطقه مقاومه سبورت مي، يعني تدعمني انا كمتداول، تدعمني حتى لا اخسر في هذه الصفقه. مهم ومهم جدا، اوكي؟ يعني فقط مثلا اريد الدخول في هذه المنطقه بيع، اذهب الى فريم اعلى. مثلا انا هنا في 4 ساعات، اذهب الى فريم اليومي وارى هل هذه المنطقه تتناسب، اذا نظرت الى اليسار هل تتناسب مع، لاحظوا هنا سنجد انها متناسبه مثلا مع هذه المنطقه التي كانت مقاومه، كانت مقاومه، بالتالي الان ستصبح كذلك، يعني سيرتد من السعر. تلاحظون يعني دائما يجب ان نبحث عن هذه الامور لكي نقوم بما يسمى بالكونفلونس، ببناء حاله، نريد ان نبني حاله لكي ندخل في الصفقه. وهذه الاشياء كلها، كل هذه الدروس التي اعطيكم تستطيعون تجميعها وتطبيقها واخراج منها استراتيجيه واحده تستعملونها دائما. يعني انا اعطيكم مجموعه من الدروس، مجموعه من المعلومات، قوموا بفلترتها، خذوا ما يناسبكم، وقوموا بتركيب حاله لاستراتيجيه معينه تستطيع تكون واضحه، واضحه الملامح، طبقوها 100%، احترموها، وكونوا على يقين انكم اذا قمتم بالباك تيستين لكل ما قمنا به في قناة العلم يعرف الكذب، إن شاء الله ستجدون استراتيجية قوية وقوية جدا. المشكلة أن الناس لا يريدون أن يقوموا بمجهود إضافي ولو صغير بسيط لكي أن يحققوا أرباحا جيدة. وفكروا جيدا، فكروا أصدقائي يعني منطقيا، هذا ميدان تبحث فيه عن ربح المال. إذا أردت أن تربح المال عليك أن تقوم ببعض المجهود، لا يمكنك أن تربح المال بطريقة بسيطة. فهنا في هذا السوق وهذا الميدان الكل يريد أن يربح المال. هناك صناديق تحوط، هيدج فاند، يريدون ان ياخذوا مالك، هناك بروكرات او وسطاء يريدون ان ياخذون مالك، هناك متداولين اقوياء محترفين يريدون ان ياخذوا مالك انت كمبتدئ. لذلك عليك ان تحذر، لا يجب فقط ان تتداول لتتداول، عليك ان تتداول لتربح، ولكي تربح يجب ان تكون لديك باجج، يعني يكون لديك معلومات. اوكي اصدقائي، اذا سالتك اولا ما هي الحالات الموجوده في السوق، الحالات الموجوده في السوق، السوق كيف يتحرك، او عندما تدخل الى سوق معين سواء كان سوق الفوركس، سوق المواد الاوليه، سوق الاسهم، سوق العملات الرقميه، يعني ما هي الحالات التي ستجد عليها السوق. الحالات التي ستجد عليها السوق يا صديقي، اما اتجاه، سواء كان اتجاها صاعدا او اتجاها هابطا، أو ما أسميه تصحيحا، قد يكون تصحيح بهذه الطريقة، قد يكون التصحيح صاعدا، قد يكون التصحيح هابطا. أوكي، هذه هي الحالتين الموجودتين في السوق، حركة قوية صاعدة أو هابطة، وتصحيح تصحيح تصحيح. طيب، هنا الهدف من المنطق هو عدم الدخول في هذه المناطق والدخول في هذه المناطق، ولكن للدخول في هذه المناطق يجب أن تعرف أن تحلل هذه المناطق التي هي مناطق التصحيح. وإذا لم تعرف كيف تحلل هذه المناطق بطريقة منطقية، لن تستطيع أخذ هذه المناطق التي هي، أو هذه الحالات التي هي حالات أو حركات قوية، أو أنا أسميها موجات دافعة في كورس تحليل الموجات الدافعة. طيب، الآن أريد أن أعرف المنطق وراء كل حالة، المنطق وراء كل حالة، وهذا مهم جدا أصدقائي أن تفهموه. لنقول أنه لدي حركة قوية، ما هو المنطق وراء هذه الحركة القوية؟ المنطق وراء الحركة القوية يقول لي أن
هناك مشترون أقوياء هم الذين يحركون السوق من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، يعني حركة كبيرة، هناك big institutions، هناك مؤسسة كبرى، مؤسسة مالية كبرى، أبناك هيج فاند، يعني صناديق تحوط، يعني ربما رجال أعمال كبار لديهم مليارات الدولارات، هم الذين يحركون السوق. بالتالي هل أنا أريد الدخول عكسهم؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحه عن نفسك إذا أردت بداية التحليل الفني. أنت دائما تريد الدخول مع هؤلاء الحيتان، مع هؤلاء المتحكمون في السوق، لذلك أنت دائما تبحث عن دخول في صفقات شراء في هذه الحالة. ولكن هل ستدخل في هذه المنطقة منطقيا؟ منطقيا يا صديقي، أنت مثلا تريد أن تشتري منزلا، وهذا المنزل قال لك صاحبه أنه ب 10 ملايين دولار، هل ستأتي وستدفع له 10 ملايين دولار أم ستطلب منه تخفيضا؟ عندما أبيعك كورس التحليل الموجي، هل عندما أعطيك أقول لك أنا سعر الدورة هو 850 دولار، هل تأتي وتأخذ الدورة مباشرة وتطلب مني تخفيضا أولا، وعندما أشرح لك وأقول لك ربما هذه الدورة قوية ولن تص... يعني والسعر لن يخفض بل ربما قد يزداد، أو يعني تكون هناك نيغوشيشن، يعني يكون هناك جذب وأخذ ورد، أليس كذلك؟ يعني تطلب ديسكاونت، تطلب تخفيض. لماذا نحن كمتداولين لا نطلب تخفيضا قبل الشراء؟ لماذا كل المتداولين يدخلون في أعلى سعر؟ وهنا هذا هو سبب خسارة 95% من المتداولين لمالهم. عليك أن تطلب تخفيضا أولا قبل الدخول في الصفقات. إذا رأيت حركة قوية لا تدخل في آخر حركة قوية، اطلب تخفيض، اطلب سعر أفضل. هذا سوق في بيع وشراء، في بيع وشراء، في عرض وطلب، بالتالي عليك أن تأخذ أفضل سعر ممكن. هذا هو المنطق أصدقائي وراء الموجة الدافعة أو وراء الحركة القوية، سواء كانت صاعدة أو هابطة. بالتالي لنقل أنه لديك حركة قوية، ويجب أن تفهم أن بعد كل حركة قوية ستأتي تلك الحالات التي رأينا، سيأتي تصحيح هكذا، أو ربما سيأتي تصحيح هكذا، أوكي، أو قد يأتي تصحيح يرتد إلى 100% من هذا المنطقة، تلاحظون. بالتالي هنا أصدقائي لنرى المنطق وراء التصحيح كذلك، رأينا المنطق وراء الحركة القوية. لنقول أنه لدي حركة قوية، بالتالي هذا الشخص مثلا حرك السوق لمدة كبيرة، بالتالي هذا الشخص لنفترض أنه جرى كثيرا، جرى كثيرا، فيجب عليه أن يرتاح، وهذه الراحة هي التصحيح. طيب ماذا يعني التصحيح منطقيا؟ التصحيح منطقيا في هذه الحالة كان البائعون هم الأقوياء، حركوا السوق، بعد ذلك ظهر المشترون، ولكن هذا المشترون لم يستطيعوا تحريك السعر أكثر من هذه الفترة، ثم ظهر البائعون، بعد ذلك ظهر المشترون، ثم ظهر البائعون، أرجعوا السعر إلى هذه المنطقة، ثم ظهر البائعون، عفوا المشترون، ثم ظهر البائعون، أنزلوا السعر، ظهر المشترون، ثم ظهر البائعون. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه كلما ظهر المشترون البائعون يرجعون السعر، مما يدل على أن البائعين في هذا البائعين هم أقوياء. وماذا قلنا؟ نحن نريد أن نذهب مع البائعين. كذلك لاحظوا هذا التصحيح أين يتواجد؟ يتواجد في الثلث الأخير من هذه الحركة القوية. هذا يعني أن البائعين هم أقوياء، هم متحكمون في زمام الأمور. هل أنا أريد أن أبحث عن شراء؟ هذا هو السؤال، هل أنا أريد أن أبحث عن شراء؟ هل أنا أريد أن أدخل في صفقة شراء؟ لا، لن أدخل في صفقة شراء، لأنني عكس التيار، عكس التيار، عكس القوة. هل تريد أن تدخل عكس القوة؟ لا، أتركه يرتاح قليلا، أتركه ترى ذلك الرجل الذي جر كثيرا أو جرى كثيرا، أتركه يرتاح، وعندما يرتاح ويبدأ بالاستيقاظ أدخل بيعا لأخذ مثل هذه الحركة هنا. تلاحظون أهمية المنطق؟ هذه أشياء سهلة بسيطة ومنطقية. طيب نفترض أصدقائي أنه كانت لدي حركة قوية، وبعد ذلك جاء التصحيح، ولكن هذا التصحيح بدأ يصعد 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 إلى هذه المنطقة.
ماذا يقول لهذا أصدقائي؟ فقط منطقيا، أنا أريدكم في هذه في هذا الدرس الأول أن تفكروا منطق، منطق لوجيك. هذا يقول لي أن البائعين هم أقوياء وأن المشترين كذلك هم أقوياء. لاحظوا إلى أين قاموا بإصعاد السعر، إلى 80-90%، بالرغم من أن هذه الحركة تصحيحية. ماذا يقول لهذا؟ هذا يقول أنه ربما يأتي السعر فقط إلى هذه المنطقة وبعد ذلك يعود، لا ندري. لذلك هذه الحركة ليست كمثل هذه الحركة. هذا التصحيح يقول أن المشترين كذلك هم أقوياء، بالتالي علي الحذر، لن أقوم بالبيع أو ربما أنتظر حتى تكون فرص أكثر تأكيد. وحتى إذا قمت بالبيع سيكون فقط بيعا مؤقتا، لن يكون على طول الأمد أو طويل الأمد، غير هذه الحالة. هذه الحالة ستكون البيع طول الأمد، ويمكنكم تطبيق هذا المنطق على موجات صاعدة أو على اتجاه صاعد. فكل ما أريكم إياه على اتجاه الهابط يمكنكم أن تطبقوا على اتجاه الصاعد. بالتالي أصدقائي، ما أطلبه منكم هو إذا أردتم احتراف التحليل الفني وخصوصا قراءة الحركة السعرية أو البرايس أكشن، يجب أن تحاولوا قراءة المنطق وراء كل حركة، أن تعرفوا أين يتواجد المشترون، أين يتواجد البائعون، ولكن ليس بمؤشرات، فقط بعينك، فقط بمنطقك، فقط بعقلك. استخدموا المنطق. تعرفون أن في اليوتيوب هناك العديد من الدورات التدريبية المجانية، هناك العديد من المعلومات، ولكن كل المعلومات تذهب بك عكس المنطق، هذا هو المشكل. أريدكم أن تعودوا إلى شيء أساسي وهو يعني اللوجيك، المنطق. وإذا عدت إلى المنطق ستفهم السوق بطريقة أحسن، على الأقل لن تقوم بالدخول في صفقات في هذه المناطق. اطلب أحسن، اطلب ديسكاونت وبعدين بيع، اطلب ديسكاونت، اطلب تخفيض بعدين وبعد ذلك قم بالبيع. لكن الآن أنت لا تطلب تخفيض إذا قمت بالبيع في هذه المنطقة يا صديقي، في هذه المنطقة، أو إذا قمت بالشراء في هذه المنطقة. يعني 99% من المتداولين سيشترون هنا لأنهم لم يروا هذا الاتجاه الصاعد إلا في آخر لحظة. أطلب ديسكاونت، وإذا أردت اشتري، وحتى إذا خسرت لا مشكل، ولكن على الأقل قمت باحترامي المنطق. لماذا تريد أن تشتري منتجا بأغلى سعر؟ أوكي. لذلك أصدقائي كما قلت دائما نحاول الدخول مع القوة. إذا كانت لدي قوة شرائية أنتظر حربا في هذه المنطقة، ولكن تبقى لي في الثلث الأخير وبعد ذلك أبحث عن الشراء بعد الحصول على تخفيض. إذا كنت في قوة بيعية أنتظر أن يكون هناك حربا قوية بين البائعين والمشترين، ولكن أريد أن تبقى في الثلث الأخير أو على الأقل الثلثين الأخيرين، ثم تقوم بالبحث عن البيع بعد الحصول على أفضل سعر فقط، بسهولة أصدقائي، بسهولة. لا تحاول أن تقوم بالشراء هنا أو هنا بيع، لا، انتظر الحصول على تخفيض. انتم تقومون او المتداولون المبتدئ، يعني المتداول المبتدئ او حتى المحترف، بعض الاحيان يقوم باخطاء فادحه، يبحث عن الشراء من هذه المنطقه. لماذا؟ لانك ترى حركه قويه وانت خائف من ان تفقد الفرصه، fear of missing out، تسمى fear fomo، fear of missing out، الخوف من فقدان فرصه. تعرفون عندما يتحدث معي اخوه عن قناه التوصيه، تعرفون اول سؤال يسالوني، السؤال الذي يسالونني، كم عدد الصفقات التي تضع يوميا؟ كم عدد الصفقات؟ يعني هم يريدون كمية كبيرة من الصفقات، يعني الخوف من فقدان فرصة. ولكن ما الأدراك أن كل تلك، أنا أستطيع أن أعطيك 1000 صفقة يوميا، ولكن هل ستكون كلها ناجحة؟ لا، نحن نبحث عن الصفقات الأقوى في السوق. ربما أعطيك صفقة في اليوم، ولكن إذا كانت ناجحة أفضل بالنسبة لك وتدخل بقوة في الصفقة. أما 10 صفقات في اليوم، لأننا نرى أن هناك قنوات توصيات تضع أكثر من 10 صفقات يوميا وتكون كلها خاسرة، وهذا هو المشكل. لذلك حاول أن تفكروا منطقيا أصدقائي، لا تشتري إلا عندما يكون لديك تخفيض، مع رؤيتي هذه الحرب التي بقيت لك هنا. هذا يقول أن المشترين أقوياء، لا تبيع هنا، انتظر أن تحصل على تخفيض مع حرب تبقى في هذه المنطقة، تستقر في الثلث الأخير من الحركة القوية من الموجة الدافعة، وبعدين تقوم بالبيع. وفي كورس التحليل الموجي أصدقائي المدفوع، أول درس أقوم به هو درس المنطق، حتى أعيد الإخوة إلى التفكير منطقيا. لا أريدك أن تفكر تفكيرا غير منطقي، تضع ترسم خطا وتظن أن ذلك الخط هو الذي سيعيد السعر. لا، هي حركة،
هي مسألة مشترين وبائعين، من هو القوي في تلك اللحظة. وإذا دخلت مع القوي في تلك اللحظة ستحصل على الأرباح أكيد، لأن الأقوياء لا يحبون الخسارة، بالتالي يجب أن تكون مع الأقوياء. طيب، أول شيء لنقوم بتعريف الدعم والمقاومة. ما هو الدعم والمقاومة؟ إذن أصدقائي، الدعم والمقاومة ما هي إلا إذا قمنا بتعريفها، مثلا نقول أن السعر هنا برايس، السعر هنا، ما هي المقاومة؟ المقاومة هي منطقة تكون فوق السعر ونسميها ريزيستنس، والدعم هي منطقة تكون أسفل السعر ونسميها سبورت، هي التي تدعم السعر. أوكي، هي التي تدعم السعر. بالتالي هذا هو تعريف بسيط أساسي، هذا من الأساسيات الدعم والمقاومة. ولكن أنا أريدكم أن تتخيلوا الدعم والمقاومة، تذكروا كلمتين، الكلمة الأولى هي حائط والكلمة الثانية هي ذاكرة. ذاكرة، الدعم والمقاومة هي عبارة عن حائط وذاكرة. كيف ذلك؟ أنا سأشرح لكم أصدقائي كيف ذلك. ماذا أقصد بحائط وذاكرة؟ لنفترض أن لدينا اتجاه هابط، لدينا يعني نزول قوي، بول باك، نزول، بول باك، نزول، بول باك، نزول قوي ثم بول باك ثم نزول. طيب، أول شيء هو أنه يعني يمكنك رسم دعوم ومقاومات في هذه المنطقة، ليس كذلك؟ يمكننا رسم دعم ومقاومة، يعني أول منطقة تبدأ من السعر هي هاتي، ستكون دعما قويا، ثم هاتي مقاومة، ثم هذا دعم، ثم هذه مقاومة، هذا دعم، هذه مقاومة، ثم هذا دعم، هذه مقاومة كذلك إلى آخره. أوكي، بالتالي هنا ستجد نفسك رسمت عدد كبير من الخطوط، ستجد نفسك رسمت عدد كبير من الخطوط، بالتالي ستجد نفسك عدد الخطوط ربما أكبر حتى من الشرط، حتى من المخطط، يعني يعني حرب عالمية في الشرط. ستجد حرب عالمية في الشرط، وهذا ما لا نريده. كيف ستحلل بهذه الطريقة؟ بالتالي هنا السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف أستطيع تحديد مناطق الدعوم والمقاومة المهمة بالنسبة لي؟ كيف أستطيع أن أحدد مناطق الدعم والمقاومة المهمة؟ لا أريد أن أحدد كل هذه المناطق وأجد نفسي في شارت، في مخطط بياني به عدد كبير من الدعوم والمقاومات. بالتالي هنا أصدقائي، هناك أمر مهم، مهم جدا، أريدكم أن تعرفوه. أول شيء هو أن دائما نبحث عن ذاكرة. ما أقصد بالذاكرة؟ يعني هي الصدمة. ماذا أقصد بالصدمة؟ هي عندما يرى المتداولون حركة قوية بعد ارتداد معين، يعني لنقل أنه السعر هابط ثم ارتد بول باك ثم هبط بطريقة بسيطة ثم ارتد ثم بوم نزل بقوة. هذه المنطقة الكل سيقول واو، ما الذي حدث؟ ماذا وقع؟ إذن هذه صدمة، شوك، هذه صدمة. كذلك هذه المنطقة الآن ستصبح جدارا، ستصبح حائطا قويا. أوكي، بالتالي بالنسبة لي الآن أنا هذه منطقة يمكن أن أضع فيها مقاومة ومنطقة دعم. حتى هنا دعم، لنقل فقط دعم، منطقة دعم، يعني إذا عاد إليها السعر قد ينزل السعر، لأنه هنا حدثت صدمة، الكل قال واو، ما هذه الحركة القوية التي نزل بها السعر، ونزل السعر بقوة بوم ونزل السعر. بالتالي إذا عاد السعر لتلك المنطقة بالنسبة لي أنا ستصبح منطقة مقاومة، لأنه كانت منطقة دعم ارتد من السعر ثم تلاحظون. بالتالي الآن كما قلت، هذا جدار يمنع السعر من الصعود، عبارة عن جدار. لذلك قلت لكم تذكروا حائط أو جدار، وتذكروا كذلك كلمة ذاكرة. كذلك هنا عندما يرى المتداولون هذه الصدمة، عندما يرى هذه القوة، هذه الحركة القوية، هذه الصدمة، ستبقى في ذاكرتهم، ستبقى في مخيلتهم تلك الصدمة، تلك الحركة، سيتذكرونها. بالتالي عندما يأتي السعر يعود إلى هذه المنطقة التي كانت فيها الصدمة، ابتدأت منها الصدمة، عندما نزل السعر هنا سيتذكرون، يقولون الناس واو، هذا المستوى قوي،
علينا تذكره، وعندما يتذكر يعني سيبقى في باله، وعندما يعود السعر إليه تعود الذاكرة، نتذكر، المتداولون يتذكرون، بالتالي بو 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 بوم وسينزل السعر. أوكي، إذن مهم جدا أن تتذكروا هاتين الكلمتان، حائط، ذاكرة، وكذلك صدمة، شوك، صدمة. طيب، هنا أريد أن أجاوب على سؤال مهم. العديد من الإخوة يسألونني ما هو أهم تايم فريم، أو ما هو أهم نطاق زمني أستطيع أن أحدد فيه، أن أرسم فيه الدعم والمقاومة، وسنشرحه بطريقة منطقية. تعرفون أنني أحب أن أستعمل المنطق في التداول، لأن أغلب الناس لا يستعملون المنطق في التداول، وهذا خطأ كبير. بالتالي أنا أحب أن أستعمل المنطق، لذلك لنرى كيف سأستعمل المنطق في هاته. أعتذر أصدقائي، أنا مريض شيئا ما، فأعتذر منكم. أوكي، طيب، لنقول أنه على فريم 60 دقيقة، وعندي فريم 15 دقيقة، ولنقل انه لاحظ انه على فريم 60 دقيقه، فريم ساعه، لدي يعني رانج، منطقه رانج هكذا. ثم بعد ذلك بوم نزل السعر بقوه، بالتالي لدي هنا منطقه دعم تم كسرها، اليس كذلك؟ جميل. طيب، ما الذي ساراه في فريم 15 دقيقه؟ سارى ربما رانج اكبر، لانه تعرفون اذا صغرنا التايم فريم يعني سيكون هذا الشكل، هذا الرنج، هذا الرنج سيكون كبيرا في فريم 15 دقيقة، بالتالي هكذا. ثم بعد ذلك سنلاحظ تلك الحركة القوية، سيكون فيها هذا مثلا هذا الشكل هكذا. طيب، هنا لاحظوا معي، هنا في هذه المنطقة يمكن أن أرسم هنا منطقة دعم، كذلك منطقة مقاومة، منطقة مقاومة. ولكن سؤالي الآن، ما هو أهم تايم فريم، ما هو أهم تايم فريم يمكن أيهما أهم؟ أيهما أقوى؟ هل هذا الخط تايم فريم 60 دقيقة أم هنا؟ ولماذا؟ مهم جدا أنه أي منهما مهم، ولماذا؟ أي تايم فريم؟ هل 60 دقيقة أم 15 دقيقة؟ ولماذا؟ طيب، لاحظوا معي، هنا هذه الدعم والمقاومة التي رسمتها في فريم 15 دقيقة غير موجودة في فريم الساعة الرقائية، غير موجودة في فريم الساعة، هذا أهم شيء، يعني هذه المناطق غير موجودة هنا، بالتالي أنت تتداول في مناطق غير موجودة في فريم الساعة. لذلك عندما لا تكون هذه المناطق غير موجودة في فريم الساعة، ماذا يعني هذا؟ أن تلك المؤسسات الكبرى بيج بوي، أولئك يعني الذين يحركون السوق، ربما لا يعيرون حتى اهتماما لها، بالتالي هذه المناطق ليست فيها سيولة، ليس فيها مال، يعني لن يتحرك السوق، يعني لن يتحرك فيها السوق كثيرا. أوكي، بالتالي يعني لا يمكن، يعني هي غير موجودة، ليست غير موجودة، ولكن بالنسبة لأولئك نريد أن نتداول مع البيج بويز، مع المؤسسات الكبرى، بالتالي بالنسبة لهم ربما حتى لا يروا هذه المناطق هم في الشارت، لا غير موجوده، لان فريم 60 دقيقه فريم ساعه غير موجوده، تلاحظون. بالتالي كذلك لنقوم بسويتش، هذا الخط هو واضح في فريم 60 دقيقه، وهل هو واضح في فريم 15 دقيقه؟ نعم، هذا الدعم هو واضح في فريم 60 دقيقه او الساعه، هو واضح في فريم 15 دقيقه، بالتالي هذا يمكنني ان اتداوله، يمكنني ان ابيعه، ولكن هذه الفريم، هذا الدعم المقاومة لا يمكنني الدخول فيها في الصفقات، لأنها غير موجودة في فريم الساعة. لذلك فريم الساعة مهم جدا، مهم جدا أن ترى في فريم أكبر، يعني أن تأتي من توب داون، يعني أن تأتي من الفريمات الأكبر وترى فيها وتحدد فيها مناطق الدعم والمقاومة وتتداولها. أما إذا جئت من الأسفل إلى الأعلى، يعني من فريم دقيقة أو 5 دقائق أو 15 دقيقة، فتلك الدعوم والمقاومة التي تحددتها في الفريمات الصغيرة ربما حتى لا ترى تلك المؤسسات الكبرى على الفريمات الكبرى. لذلك عليكم الحذر أصدقائي، وعليكم فهم هذا المبدأ لتحددوا أي تايم فريم مناسب لكم للتداول. أوكي، طيب، هنا تحدثنا عن أمر مهم، وهو يعني المنطق وراء هذا الدعم المقاومة، وحتى نريد أن نكمل بعض الشيء ونتعمق بعض الشيء لنحكي هذا، يعني لكي تفهموا قصة الدعم والمقاومة ولماذا المتداولون يفشلون.
في 90% من المتداولين يفشلون في تداول الدعوم والمقاومات، وهذا محزن لأنهم لا يستعملون المنطق في التداول، يعني فقط يرسمون خطوط ويقولون أن السعر سيرتد من تلك الخطوط، وهذا خطأ. يجب أن تفهم قصة وراء ذلك الخط الذي وضعت، هل هو خط مهم أم لا؟ والآن أعطيتكم فكرة أنه التايم فريم يلعب دورا في رسم خط الدعم والمقاومة، رسم منطقة الدعم والمقاومة. كذلك تحدثنا عن الصدمة، الصدمة مهمة في رسم منطقة دعم ومقاومة، يجب أن تكون هناك صدمة، يجب أن يقول الناس واو ما هذه الحركة القوية. أوكي طيب، أريد أن أذكركم بحالة السوق، لأن مهم جدا، لأن انطلاقا من معرفتنا لحالة السوق سنستطيع أن نعرف كيف تتصرف الدعوم والمقاومات ونفهم قصتها بطريقة واضحة وصحيحة. طيب حالة السوق، هناك ثلاث حالات، هناك ثلاث حالات أصدقائي. الحالة الأولى هي حالة الاتجاه، يكون السعر في اتجاه هابط، بول باك هابط، بول باك هابط، بول باك. أوكي، هذه الحالة الأولى، يكون فيها السوق في اتجاه، ومميزاتها أنه يكون مثلا لو والهاي ولور هاي، لور لو، لور هاي، لور لو، وهكذا. أوكي، هذا هو الاتجاه، وتكون فيه الدعوم والمقاومات محترمة، محترمة يعني لا يتم كسرها، تحترم فيها الدعوم والمقاومات لا يتم كسرها، هذا الاتجاه، هذا بالنسبة للاتجاه. طيب الحالة الثانية هي حالة قناة سعرية، تكون قناة سعرية نقول أنها صاعدة هكذا، يصعد السعر لهذه المنطقة ثم يرتد، ثم يصعد يعني ارتداد عميق ديب بول باك، ثم يصعد السعر لهذه المنطقة ثم يرتد، يصعد السعر لهذه المنطقة ثم يرتد. طيب هنا لدي سؤال، هاد المقاومة تم كسرها، هل يمكنني الشراء في هذه المنطقة؟ هل يمكنني الشراء في هذه المنطقة؟ لأنه كيف تتصرف هذه القناة؟ تلاحظون كيف تتصرف، يكون كسر، كسر صغير ثم بعد ذلك يرجع بول باك عميق، ثم كسر صغير ثم بول باك عميق، هل يمكنني الشراء في هذه المنطقة؟ ولماذا؟ لماذا نعم، لماذا لا؟ هنا إذا اشتريت في هذه المنطقة وقف الخسارة يجب أن يكون أسفل الرانج، أو أسفل، ليس رانج، أسفل القناة السعرية. لماذا؟ هنا ربما حتى لا يجب الشراء في هذه المنطقة، لأنه ليست هناك ذاكرة، ليس هناك منطق الشق، تلك الصدمة التي تحدثنا عنها. إذا أردنا الدخول في صفقة يجب أن تكون صدمة، ماذا قلنا؟ قلنا كان على فريم الساعة هكذا ثم بوم، هنا إذا عاد السعر لهذه المنطقة أستطيع البيع، لأن كانت هناك صدمة في هذه المنطقة. الكل يقول واو ما هذا، واتس جوين اون، وات از ذس. اوكي، لذلك هنا كما قلت في 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 قناة الشعرية ليست هناك صدمة، لذلك هذه المناطق التي نريد الدخول فيها ربما ليست بالمناطق الجيدة للدخول في صفقات بيعتمد على الدعم والمقاومة، تلاحظون. بالتالي لنرى الحالة الثالثة، الحالة الثالثة وهي حالة رينج أو نطاق. هنا يكون السعر صاعد ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل، يعني أين هو، أين هي الريزيستنس أو المقاومة؟ هي الخط العلوي، والدعم هي الخط السفلي. بالتالي يتم احترام الدعم والمقاومة، ويصعد السعر بقوة، يصعد السعر بقوة، يرتد السعر بقوة، ثم هنا ينزل السعر بقوة عندما يلمس المقاومة، ينزل السعر بقوة، ينزل السعر بقوة، تلاحظون. إذا هناك تلك الصدمة، ذلك الشوك، بالتالي هنا الدعم والمقاومات محترمة في نطاق. أوكي طيب، هنا في هذه الحالة أريد أن أناقش معكم ربما حالة أخرى في مرحلة الرينج أو الرينج أو نطاق. كيف؟ لنقول أنه لدينا نطاق أو رينج هكذا أفقي، بعد ذلك صعد السعر بقوة ثم ارتد بقوة، يعني لدينا تلك الصدمة، ثم صعد وجد مقاومة ثم ارتد، وهنا بدأ يقوم بهذا الشيء. هل هنا سأشتري؟ هل هنا سأقوم بالبحث عن الشراء؟ لا، هنا هذا البرايس اكشن، هذه الحركة السعرية هنا تقول لي أنني لا يمكنني أن أثق بهذه الحركة، لا يمكنني أن أثق بهذه المنطقة. يعني هنا هناك شيء
غير خاطئ، هناك شيء ما لا يمكنني، I can't trust it. There is something wrong here. هناك شيء خاطئ في هذه المنطقة. أوكي، هناك شيء ما، بالتالي لن أثق في هذه المنطقة. أوكي، طيب لنقوم بالتعمق أكثر. أريد أن تفهموا هذه الدعم والمقاومة لمرة أخيرة، فهذا الفيديو سيغير نظرتك للدعم والمقاومة. لنقوم بالتعمق أكثر في الدعم والمقاومة. طيب، نفترض أنه ذهبت إلى فريم الساعة ووجدت مثلا منطقة دعم ومقاومة. أوكي، لنفترض أنه ذهبت إلى فريم الساعة، عفوا، هكذا ذهبت إلى فريم الساعة ووجدت منطقة دعم ومقاومة، لنقول لنضعها هكذا بهذه الطريقة ونقول أن هذا فريم الساعة. طيب، بعد ذلك لاحظت حركة قوية هابطة إلى هذه المنطقة، التي هي بالنسبة لك أنت منطقة دعم قوية، منطقة سبورت قوية، أنه حددتها في فريم الساعة. طيب، هل سؤالي، هل ستقوم بالشراء في هذه المنطقة؟ يعني هذه المنطقة هل ستقوم بالشراء؟ سؤالي لك، يعني الكل سيقول لا، لن نستطيع الشراء في هذه المنطقة لأن الحركة قوية. بعد ذلك لاحظنا السعر قام بهذه الطريقة هنا، هل سأقوم بالشراء هنا؟ نعم، البعض سيقول نعم، البعض سيقول لا، سيكون هناك تردد، ليس هناك قرار. ثم بعد ذلك صعد السعر وعاد إلى هذه المنطقة. ماذا الآن؟ هل ستقوم بالشراء الآن؟ هناك من سيقول نعم، سأشتري، سأدخل في صفقة شراء، تم التأكد بأن هذا تريبل باتم وسنقوم بالدخول في صفقة شراء. الأغلب 90% سيقول سنريد الشراء، وهناك من سيقول لا، لن أشتري. يعني لنقل 60% يريدون الشراء و40% لا يريدون الشراء. ثم بعد ذلك حدثت هذه الحركة القوية. بعد الشيء، هل نقوم بالشراء؟ هنا الكل سيقول أريد الشراء، نعم نريد الشراء. ثم بعد ذلك عاد السعر إلى هذه المنطقة. ماذا الآن؟ هل سأشتري من هذه المنطقة؟ هل سنقوم بالشراء؟ طيب، لاحظوا معي، عندما كان السعر نازلا بقوة، هنا نزل بقوة، بعد ذلك ماذا وقع عندما لمس هذه المنطقة؟ ماذا وقع؟ لا شيء، لا شيء. هنا كذلك الذي وقع، لا شيء. هنا حركة بسيطة إلى الأعلى، ثم بعد ذلك عاد إلى هذه المنطقة. ماذا يقول لك هذا الشكل؟ هذا الشكل يقول لك أن هذا الدعم لم يقم بعمله، لم يقم برد السعر بقوة، لم تكن هناك صدمة لرد السعر بقوة، بالتالي هذا it's failing، يعني هذا قد يكون دعما فاشلا، فاشل. وأنت تريد أن تشتري، تريد أن تشتري في منطقة لم تكن فيها رياكشن، لم تكن فيها ردة فعل. أوكي، لذلك يجب الحذر، يجب فهم القصة. طيب، لنغير المثال حتى نفهم، هذا مثال، نغير المثال حتى نفهم. طيب الآن إذا تركنا نفس 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 خط نفس خط الدعم والمقاومة، نمسح فقط المنطقة وأعيد، إذا تركنا نفس خط الدعم والمقاومة هكذا على فريم 60 دقيقة، وبعد ذلك لاحظنا أصدقائي نزول بول باك، 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 هكذا بهذه الطريقة. ماذا الآن؟ هل ستبحث عن الشراء في هذه المنطقة؟ بوم! الآن نعم. لماذا؟ لاحظوا هذه الحركة، هذا يقول لي أن المومنتوم هنا غير موجود، ابتدى ينقص، أن الزخم ابتدى ينقص. هنا نعم، هذه opportunity، هذه فرصة للبحث عن الدخول في صفقات شراء. أصدقائي تلاحظون، يجب أن تفهموا القصة وراء price action عند الوصول إلى منطقة دعم، إلى منطقة مقاومة. بالتالي هنا لاحظوا القصة، هنا تقول لي أنه هنا أصبح هناك نقص في المومنتوم، نقص في الزخم، بالتالي في هذه المنطقة نعم يمكنني الدخول في صفقة شراء إذا رأيت أن ذلك الدعم قوي بالنسبة لي، وهو موضوع انطلاقا من صدمة، أو هو عبارة عن جدار بالنسبة لي، لأنني رأيت أن فيه صدمة وقعت قبل ذلك والكل قال واو واتس جوين اون، ما هذا؟ تلاحظون؟ بالتالي أصدقائي هنا، هل تتفقون معي أن تداول الدعم والمقاومة قد يكون قويا جدا، قد يكون من
أفضل طرق التداول، ولكن إذا استعملت المنطق، إذا استطعت قراءة القصة، السر وراء ذلك الدعم وتلك المقاومة، وهذا هو أهم شيء أصدقائي. يعني يجب أن تستطيع أن تقوم بقراءة البرايس أكشن عند الاقتراب من تلك الدعم والمقاومة. قبل ذلك يجب أن تحدد الدعم والمقاومة انطلاقا من مبدأ الجدار، مبدأ الذاكرة، ومبدأ الصدمة. النماذج الفنية أو ما يسمى بالتشارت باترن، وهنا هذه النماذج الفنية تساعدنا على إعطاء تقييم سريع لضعف قوة أو التوازن في السوق. يعني إذا رأينا بعض النماذج الفنية تعطينا نظرة، تعطينا تقييما سريعا لكيف هي حالة السوق، هل السوق ضعيف، هل السوق قوي، هل السوق في حالة توازن، وسوف أشرح لكم أصدقائي. كذلك هي مفيدة كمحفز للدخول في الصفقات، لأنه يساعدنا على فهم حالة السوق، نصبح نعرف هل سيكون الاتجاه صاعدا أو هابطا انطلاقا من النماذج الفنية، بالتالي يمكن استعمالها كمحفز للدخول في الصفقات. وأريد أن أعطيكم بعض الأمثلة حتى تفهموا. لاحظوا أول مثال هو مثال المثلث. تلاحظون المثلث كيف هو شكله، يعني تكون موجة قوية، وبعد ذلك وما هي ما أسميها أنا بالموجة الدافعة، يعني اتجاه صاعد، وبعد ذلك نرى استراحة تسمى استراحة المحارب، هذا هو مثلث، وبعد ذلك عندما يتم الكسر لاحظوا بقوة، هذا يعني أنه سنحصل على مثل هذه الموجة في هذه المنطقة. إذن هذا يعطينا فكرة على، إذا رأيت مثلا أنا هذا المثلث هكذا، هذا يعطيني فكرة أنه لا زالت هناك موجة إلى الأعلى، لا زالت هناك حركة قوية اتجاها قويا إلى الأعلى، بالتالي هذا المثلث يساعدني على فهم حالة السوق ويكون محفزا لي كي ادخل في الصفقه، ولكن انطلاقا باستعمال مثلا ما راينا البرايس اكشن، نماذج الشموع اليابانيه. اوكي طيب، لنرى بعض المثال الاخر. اذا الان راينا مثلث، ساحاول اعطاكم عدد كبير من النماذج الفنيه حتى تفهموا. لاحظوا مثلا هذا نموذج كذلك، راس وكتفين، لاحظوا كانت هذا هو الكتف الاول، هذا الراس، ثم الكتف الثاني، جاء السعر إلى هذه المنطقة ثم عاد، ثم بعد ذلك تم الكسر. هذا نموذج انعكاسي يقول لي بأنه يجب البحث عن البيع. هناك من يأخذ الهدف، هو قياس هذه، يقومون بقياس هذه المنطقة من هنا إلى هنا، ويأخذون كهدف من هنا إلى هنا، ويكون هذا هو الهدف. أوكي، هناك من ينتظر الكسر وإعادة الاختبار قبل البيع، ولكن هناك في بق... هناك بق... ليس في كل الحالات يكون هناك إعادة الاختبار. اوكي، إعادة الاختبار. اذا هذا نموذج يقول لي بان سيكون هناك انعكاس في السعر، اذا كان السعر صاعدا فهذا يعني انه سينعكس السعر. وهناك كذلك نموذج اخر عكس هذا، ويسمى راس وكتفين منعكسين، يكونان على هذا الشكل، تلاحظون، وهذا هو خط العنق، هذا يسمى خط العنق، هذا الخط يسمى خط العنق، نيك لاين، تلاحظون من هذه المنطقة نبدأ بالتداول، من هذه المنطقة شراء. هذا كذلك نموذج رأس وكتفين منعكس. أوكي، إذا هذا هو النموذج الثاني الذي أحب أن أراه في السوق، وهو معروف جدا وقوي ويتم تداوله كثيرا، نموذج الرأس والكتفين. كذلك نموذج الفلاج باترن أو نموذج الراية، وهو يعني من النماذج المعروفة التي أحب أن أتداولها كثيرا. لاحظوا هذا هو، هذا يشبه الراية، تلاحظون هذا نموذج الفلاج يقول لي بأن السعر سوف يصعد، إذا كان إذا حصلت عليه في اتجاه صاعد فهذا يقول لي أن السعر سيصعد. لاحظوا هذا كذلك نموذج الراية، تلاحظون كبير، هذا كذلك نموذج الراية، لاحظوا كم من نموذج. إذا فقط إذا ضبطت هذا النموذج وعرفت ما مناطق الدخول والخروج باستعمال البرايس أكشن واستعمال النماذج الشمولية اليابانية، فستحصل على أرباح رائعة. لاحظوا هاتي، إذا وجدت يعني اتجاها صاعدا، ووجدت نموذج راية هنا، هذا يقول لي في 90% من الحالات انه ساحصل على موجه اخرى مثل هذه الموجه هنا، بالتالي هذا النموذج يعطيني فكره عن حاله السوق، يعطيني فكره عن هل سابحث عن الشراء ام لا، يعطيني فكره كذلك عن هل السوق قوي ام يعني في توازن. تلاحظون يعني هذه النماذج الفنيه لها دور مهم جدا في التداول، بالتالي علينا ان نضبطها بطريقه قويه. فانا ادعوكم الى اخذ هذه النماذج والتدرب عليها في الشهر. هذا كذلك نموذج استعمله كثيرا في التحليل، وهو يسمى بالرانين فلات، يسمى رانين لانه عندما يتم كسر هذه المنطقه يصعد السعر بقوه كبيره جدا، وهذا نموذج موجود كثيرا وقوي.
وله شروط، وإن شاء الله سنراه في دروس مقبلة إن شاء الله سأحدثكم عن الشروط. ولاحظوا تكون هنا موجة قوية تجاه صاعد، وبعد ذلك نلاحظ بول باكا قويا، ليس تصحيح بل هو بول باك، رجوع قوي ارتداد قوي، وبعد ذلك نلاحظ تصحيحا هنا، ثم بعد ذلك نلاحظ مثل هذه الموجة في هذه المنطقة قوي، وهذا يعطينا هذا الرانين فلات تلاحظون، بالتالي نحصل على مثل هذه الموجة هنا في هذه المنطقة، تكون يعني يكون مثالا قويا قويا جدا. وأنا عندما أرى مثل هذا الباترن أعرف أن السعر سوف يصعد. مثلا إذا رأيت موجة صاعدة ورأيت هذا الباترن، هذا النموذج، أعرف أن السعر سوف يصعد، يعطيني فكرة عن السوق. والعكس صحيح إذا كان الاتجاه، إذا رأيته في اتجاه هابط كذلك. الاكسباندين فلات، لاحظوا الاكسباندين فلات هو يشبه تقريبا الرانين فلات، فقط هنا في الاكسباندين تم كسر هذه المنطقة، تم كسر هذه المنطقة تلاحظون، يعني اكسباندين يعني يكون هكذا، تلاحظون يكون هكذا، يعني اكسبانشن توسع، متوسع يعني، يعني نموذج توسعي، نموذج توسعي تلاحظون، بالتالي هذا النموذج توسعي، تلاحظون موجة قوية، وبعد ذلك نحصل على هذا الباترن الذي هو ثلاث موجات تصحيحية، وبعد ذلك هذا يقول لي بأن في 90% من الحالات سنحصل على موجة مثل هذه الموجة قوية في هذه المنطقة. أدعوكم للتدرب عليه، أنتم رأيتم الآن شكله، فقط ابحثوا عليه في الشارتات وستجدونه كثيرا، فهو موجود كثيرا، وحتى وله شروط، وسنراه إن شاء الله في دروس مقبلة. الآن فقط أحاول أن أعطيكم النماذج حتى تفهموا. هذا النموذج يسمى كونتراكتين، لاحظوا الفرق بين الإكسبانشن إكسباندين وكونتراكتين، كونتراكتين تجميعي يتجمع، تلاحظون هذه أول موجة، بعد ذلك لدينا هذا التجميع تلاحظون، وكونتراكتين هذا ليس مثلثا وإنما كونتراكتين فلات، وبعد ذلك لاحظون نحصل على مثل هذه الموجة في هذه المنطقة تلاحظون أو أكبر. إذا هذا كذلك يقول لي بأنه إذا لاحظت أن الموجة هكذا ووجدت كونتراكتين هنا بهذه الطريقة، هذا يقول بأن السعر سينزل، ولكن أنا في الكونتراكت لا أحب أن أتداول الكونتراكت، لأن فيه مشكلة أنه قد يتحول يعني في المستقبل، قد يتحول إلى إكسباندين أو قد يتحول إلى رانين، يعني قد يأتي السعر لهذه المنطقة ثم يعود ليعطيني هذا النموذج الذي هو رانين، أو قد يصعد ليعطيني هذا النموذج الذي هو إكسباندين. أوكي، لذلك أنا لا أحب تداول هذا النموذج إلا عندما يتم كسره وأرى بعض الشروط، والتي سنرى إن شاء الله في الحلقات المقبلة أو في الدورات المقبلة المجانية. لاحظوا كذلك هذا شكل مهم جدا، يكون غالبا في نهاية الموجات، يسمى بالإندين دياغونال، يعني دياغونال نهائي، تلاحظون تكون موجة قوية، بعد ذلك نلاحظ أن السعر يكون في قناة، وهذه القناة تكون على هذا الشكل، هذا يقول لي بأن سيكون هناك انعكاس في السعر. ولاحظوا هذا اندن دياجونال وهذا اندن دياجونال، الافريمين اصغر، تلاحظون الموجه قويه، ثم بعد ذلك ارى انه يكون هناك يعني قناه على هذا الشكل، وهذا يقول بانه سيكون هناك انعكاس في هذا السوق، اذا كان الاتجاه هابطا فسيكون الانعكاس الى الاعلى، سيكون هناك صعود، بالتالي ربما اذا كنت في صفقه هنا اخرج، ربما اذا كنت ابحث عن البيع سأصبح أبحث عن الشراء، لأنني أرى ذلك الإندين دياجونال، وغالبا ما يكون هنا بين هذه المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة، ما يسمى بالدايفرجنس إذا استعملنا الماك دي أو الـ RSI أو مؤشر الـ RSI Relative Strength Index. نموذج آخر يسمى نموذج ليدين دياجونال، وهذا يقول لي بأنه إذا كنا في اتجاه صاعد، لاحظوا كيف هو، فهو يتسع قناة، ولكن ليدين تتسع، فرق بينه وبين الاندين، الاندين يكون تكون تلاحظون في اخر الموجه، وتكون تضيق اكثر فاكثر، قناه تضيق اكثر فاكثر، هذه فهي متسعه تتسع اكثر فاكثر، والاحظ انه كانت لدي موجه قويه هنا، والاحظ ان القناه تتسع اكثر فاكثر، هذا يقول لي بان السعر بوم سيصعد الى الاعلى هكذا، يعني ساحصل على مثل هذه الموجه في هذه المنطقة. يعني هذه النماذج تعطيني فكرة قوية جدا عن السوق، عن اتجاه السوق، عن حالة السوق، كيف هو السوق في المرحلة التي أعطاني فيها ذلك الليدين دياجونال. إذا لنلخص هذا التصنيف الثالث وقبل الأخير، الذي هو النماذج الفنية. هذه النماذج الفنية تساعدنا على أن نقوم بتقييم سريع، هل السوق ضعيف؟ هل السوق قوي؟ هل هو في توازن؟ تفيدنا كمحفز للدخول في الصفقات، وتفيدنا كذلك في فهم حالة السوق،
هي لا تعطينا نقاط الدخول والخروج، يجب أن تكون لدينا استراتيجية لتداول هاته النماذج، وسأشارككم بعض الاستراتيجيات في الدورات المقبلة إن شاء الله. ورأينا مجموعة من النماذج القوية كنموذج الراية، كنموذج رأس الكتفين، المثلث، ليدين دياجونال، اندين دياجونال، كونتراكتين فلات، اكسباندين فلات، ورانين فلات. مؤشرات الفنية، وهنا مؤشرات الفنية ما هي إلا أداة من الأدوات تأخذ البيانات التاريخية وتطبق عليها صيغة رياضية، وهي تساعدنا على تلخيص البرايس أكشن للسوق، الحركة السعرية للسوق. تساعدنا كذلك على فهم حالة السوق، هل هو في صعود، هل هو في تصحيح، هل هو في نزول. وهي كذلك مفيدة جدا في العثور على مناطق ذات قيمة، لأنه تلك المؤشرات تساعدنا على معرفة مناطق مهمة نستطيع البحث فيها عن الشراء أو عن الدخول. تعتبر كذلك كعامل محفز للدخول في الصفقات أو الخروج منها، وكذلك التداول انطلاقا منها. إذا أول مؤشر، وهو مؤشر معروف جدا ويعني الجميع يستعمله، هو المتوسط المتحرك أو ما يسمى بالموفين افريج. أوكي، والموفين افريج يعني ما هو إلا بيانات مرت في الماضي نقوم بتطبيق صيغة رياضية عليها فنحصل على هذا الخط الذي ترونه هنا. إذا لنقل كيف يتم حساب هذا المتوسط المتحرك. لنقل أن لدينا متوسط المتحرك 5 بإعدادات 5 مثلا، نقوم بأخذ آخر مثلا 5 قيم لسعر الإغلاق. أوكي، سعر الاغلاق نقول مثلا انه سعر اغلاق هنا كان سعرا معينا، وهنا سعر معين، وهنا سعر معين، وهنا سعر معين، وهنا سعر معين للسوق، سعر اغلاق للسوق لشمعه معينه في السوق. اوكي، مثلا فريم اليومي، نقول انه 5 ايام فريم اليومي. اوكي، شمعه اغلقت على هذا السعر، وشمعه هنا، وشمعه هنا، وشمعه هنا. ناخذ هذه القيم كلها ويتم قسمتها على 5 فيعطينا عددا، ذلك العدد نقول انه هو اكس. نقول انه في اليوم الموالي تم الاغلاق بقيمه اخرى، ناخذ اخر 5، نقوم بوضعها بلون اخر مثلا، ناخذ اخر 5 اسعار للاغلاق. اوكي، هذه القيمه تعطينا مثلا اكس 1 مثلا زائد اكس 1. اوكي، وهكذا وهكذا، وهذه الاكسات هي اكس هو نقطه، اكس 1 هو نقطه، ثم اكس 2 نقطه، ثم اكس 3، ونقوم برسمها هكذا فتعطينا هذا الموفين افريج. اذا هكذا يتم رسم المتوسط المتحرك او الموفين افريج. وهناك عده انواع من المتوسطات المتحركه، هناك من يحسبه انطلاقا من سعر الاغلاق، هناك من يحسبه انطلاقا من سعر الافتتاح، هناك من يحسبه ما يسمى بالويتد موفين افريج، يعني هناك العديد من الانواع. فقط اريدكم ان تعرفوا انه المتوسط المتحرك يستعمله الكثير من المتداولين. ما هو الهدف منه؟ ما هو الغرض منه الموفين افريج؟ الموفين افريج ربما قد نستعمله لفلتره تريند، لفلتره الاتجاه. يعني لنقل ان هذا موفين افريج، هذا الخط الاسود هو موفين افريج 200. اوكي، هذا موفين افريج 200. اذا كان السعر فوق الموفين افريج 200 لن ابحث الا على الشراء، إذا كان أسفل 200 لن أبحث إلا على البيع. بهذه الطريقة أقوم بفلترة الاتجاه، أقوم كذلك بفلترة صفقاتي، وأعرف متى أدخل بيع، متى أدخل شراء. كذلك يمكننا استعمال الموفين افريج كمنطقة ذات قيمة، يعني المنطقة التي قد أستطيع البدء في الشراء منها أو البيع منها، لأنني أرى مثلا أنه يحترمها. لاحظوا معي مثلا هنا جاء إلى المنطقة احترمها، جاء إلى المنطقة احترمها، جاء إلى المنطقة احترمها، هذا موفين افريج مثلا 20، جاء الى المنطقه احترمها. تلاحظون يعني قد ابدا بالشراء من هنا ومن هنا ومن هنا، لانني رايت انه يحترم الموفين افريج 20، بالتالي هو يحدد لي مناطق ذات قيمه، area of value باللغه الانجليزيه، area of value. اوكي، يعني هذا هدف. كذلك هناك مؤشر ثاني وهو الـ ATR average to range. ما هو هذا الـ ATR؟ هو يساعدنا على حساب التقلبات او الفولاتيليتي، هو لا يعطينا الترند بل يعطينا الفولاتيليتي. يعني وكيف ذلك؟ يعني كلما كانت اجسام الشموع كبيره، تلاحظون اجسام الشموع كبيره، كلما صعد هذا الاي تي ار، كلما صعد هذا الاي تي ار، يعني يعطينا التقلبات في السوق، فولاتيليتي. اوكي، فهو مهم، وانا يعني هذا الاي تي ار ساضع عليه حلقه خاصه، لانني ارى انه يعني مؤشر جيد ومهم جدا، فقط يجب معرفته كيفيه استعماله. اذا ما هو الغرض من هذا الافريج ترو رينج الاي تي ار؟
هذا نستطيع وضع لمن كان لديه مشكل في وضع ستوب لوس، من كان لديه مشكل في وضع وقف الخسارة، هذا يساعدنا على تحديد وقف الخسارة جيد ووضع وقف الخسارة. لنقول من مثلا أنك أردت الشراء من هذه المنطقة التي هي ذات قيمة التي حددها لنا هذا الموفين أفريج، أوكي؟ إذا وضعت ستوب لوس أسفل هذه المنطقة سيتم لمسه. ولكن إذا استعملنا الـ ATR، لاحظوا قيمته الآن هو 57، أوكي؟ ماذا سأفعل؟ إذا قمت بالدخول هنا سأضع مثلا سأضع ستوب 57، يعني واحد اي تي ار، يعني اذا كنت اريد وضع ستوب مثلا في هذه المنطقه اضيف عليه واحد اي تي ار التي هي 57 نقطه، بالتالي سيكون ستوب في هذه المنطقه وبالتالي لن يتم لمس ستوب لوس. اوكي، اذا الاي تي ار يساعدني على تحديد ستوب لوس ربما بطريقه جيده، يعطي بعض المساحه للستوب لوقف الخساره حتى لا يتم لمسه، خصوصا تعرفون انه اذا كنا نتداول الدعم والمقاومات ربما نقول ان هذا ستلاحظون كثيرا يكون هذا مثلا دعم، ياتي السعر يرتد منه يصعد يرتد يصعد ياتي الى هنا تشتري من هذه المنطقه تضع ستوب لوس فقط هنا وقف الخساره فياتي يلمسك ثم يصعد. اوكي، لذلك الاي تي ار يساعدك على وضع ستوب في هذه المنطقه ربما بالتالي حتى لا يتم لمس ستوب لوس، هذا هو الغرض منه، هذا هو الهدف من استعمال الاي تي ار. اوكي، افريج ثرو رينج. كذلك هنا يمكننا استعماله يعني اذا فهمنا دوره التقلبات، دائما انسى هذا الاسم الفولاتيليتي، التقلبات. لاحظوا معي عندما يكون هذا الافريج ترو رينج، لاحظوا نحن الان في فريم الاسبوعي الويكلي، اوكي، عندما يكون الافريج ترو رينج في اقل قيمه له بالنسبه للفولاتيليتي لن يبقى في هذه المنطقه، يعني هذا سيقول لي انه سيصعد. ولاحظوا انه اذا دمجنا مثلا هنا كان لدينا دعم، بالتالي لاحظوا المنطقه التي تم الكسر فيها كيف كانت الفولاتيليتي، يعني اقل فولاتيليتي كانت هنا على مدى السنوات الماضيه بالنسبه لليورو دولار. اوكي، بالتالي هنا ربما استعمله للدخول في صفقات كمحفز للدخول في صفقات. لاحظوا تزامنت اقل قيمه للفولاتيليتي تزامنت مع كسر لدعم كان قوي، لمنطقه دعم قويه، تلاحظون؟ بالتالي هنا هذا يقول لي ادخل في الصفقه بيع، لان ربما ستكون صفقه رائعه. اوكي، اذا كذلك هذا غرض من الاغراض التي نستعمل بها الافريج ترو ريت. كذلك لدينا مؤشر اخر وهو دونتشن شانل، وهي قناه بها لاحظوا هذا ابر باند، يعني موفين افريج في هو موفين متوسط متحرك يكون اعلى القناه، ثم هناك متوسط اخر اسفل القناه ومتوسط وسط القناه، وهو يشبه البولينجر باند. هنا هذا الدونتشن شانل فهي جيده جدا، لان يعطينا مناطق ذات قيمه، وهنا كذلك يعطينا ربما حتى يساعدنا في تحديد مناطق الدخول والخروج من الصفقات. اذا كيف يمكننا استعمال هذا المؤشر؟ اولا كما تسمى انتري تريجر او محفز الدخول في الصفقه، لانه اذا تم كسر هذه المنطقه نستطيع الدخول في الصفقه من هذه المنطقه، تلاحظون؟ او ربما عندما يتم لمس هذه المنطقه ندخل في الصفقه هكذا على اساس انه ان السعر سيصعد، يعني عندما يلمس السعر يعني قمه هذا الدونشن شانل قمتها، يعني تلك الباند قمتها، ندخل في الصفقه، يعني يحدد لنا مناطق الدخول في الصفقات. كذلك ستلاحظون ان ذلك الخط الذي يوجد في الوسط هذا عندما نكون اسفله نبحث فقط عن البيع، عندما نكون اسفل هذا الخط تلاحظون هذا الخط نبحث فقط عن البيع، بالتالي فهو يعطينا مناطق ذات قيمه، يعطينا منطقه ذات قيمه، يعني عندما اكون اسفل هذا الخط الوسطي الذي يكون وسط تلك الدونتشن شانل، تلك قناه الدونتشن، ابحث فقط عن البيع. اوكي، بالتالي فهو يعطيني كذلك مناطق ذات قيمه، يعطيني كذلك فلتره للترند، ما دام انه ابحث فقط عن البيع اذا كنت اسفل هذه المنطقه فهو هي منطقه ذات قيمه وهي فلتره للترند، اوكي، للاتجاه.
لنرى كذلك ما هو هدف منه ايضا. الهدف منه كذلك هو يمكن استعماله كتريلين ستوب، كوقف خساره، تتبع وقف الخساره. نقول مثلا نفترض انه دخلنا في الصفقه من هذه المنطقه، اشترينا، اوكي، ربما عندما يتم كسر هذا الخط الوسطي نخرج، نقوم بتحويل، يعني نبدا بتحويل ستوب، تحويل ستوب، تحويل ستوب الى هذه المنطقه. عندما يتم كسر هذه المنطقه نخرج من الصفقه، او حتى عندما يصل الى هذه المنطقه نعرف انه يجب ان نخرج من الصفقه، اوكي، بالتالي يساعدنا على تحريك ستوب تتبعي وقف الخساره الى هذه المنطقه، يسمى تريلين، تريلين ستوب، اوكي. يعني عرفنا هذا الدونشن شانل، هذا مؤشر دونشن شانل، كذلك ما هو الغرض منه، ما هي الاهداف من استعماله. واذا عرفنا كل مؤشر ما هو الهدف من استعماله، نستطيع تركيبه استراتيجيه خاصه بنا، وهذا هو الهدف. اذا لتلخيص كل ما رايناه بالنسبه لاخر تصنيف الذي هو تصنيف المؤشرات الفنيه، راينا المتوسط المتحرك وهو يساعدنا على التداول مع الاتجاه، يساعدنا على تحديد المنطقه ذات قيمه area of value. راينا الافريج ترو رينج او الاي تي ار الذي يساعدنا على وضع وقت خساره صحيح، على تحديد الفولاتيليتي او تقلبات الاسواق، وراينا الدونشن شانل الذي يساعدنا على تحديد نقطه الدخول، على فلتره التراند، وعلى تتبع وقف الخسارة. إذا هنا كيفية استعمال التحليل الفني كمحترف. أولا لاستعمال التحليل الفني كمحترف يجب فهم الغرض من تلك الأداة التي نستعملها، من تلك الأدوات الأربعة التي رأينا، فهم الغرض منها. هل أريد فهم حالة السوق؟ هل أريد تحديد نقطة دخول؟ هل أريد تحديد منطقة ذات قيمة؟ أعطيكم مثال، مثلا دونشن شانل زائد الإي تي آر، يعني أريد أن أستعمل الدونشن شانل زائد الإي تي آر كاستراتيجية. لاحظوا الدونشن شانل تعطيني منطقة الدخول، هذه منطقة الدخول، اوكي، مع لاحظوا الفولاتيليتي هنا او التقلبات، لاحظوا فهو اصغر منطقة فيها تقلبات، لاحظوا، بالتالي هناك احتمال كبير ان يصعد هذا الاي تي ار. اذا يعني تزامن منطقة الدخول تزامن مع الفولاتيليتي في الاي تي ار كانت جد جد قليلة، بالتالي هذا يعطيني نقطة دخول رائعة للتداول. كذلك هاد دونشن شانل تعطيني فرصة لتحريك ستوب، لاستعمال تريلين ستوب، لاستعمال تتبع وقف الخسارة، بالتالي أنا أتتبع وقف الخسارة عندما يتم كسر هذه المنطقة، ربما أخرج من الصفقة، أو كسر هذه المنطقة ربما أخرج من الصفقة، أوكي. تلاحظون كيف إذا فهمنا الغرض من هاته المؤشرات نستطيع استعمالها ودمجها مع بعضها البعض، مؤشرين او ثلاث، ونكون استراتيجيه خاصه بنا وتكون قويه. يمكننا كذلك استعمال المتوسط المتحرك زائد الكاندلستكس او ما يسمى بالنماذج الشموع اليابانيه. لاحظوا هنا لدينا الموفين افريج 50، متوسط المتحرك 50، ولاحظوا انه ارتد من هذه المنطقه، ثم بعد ذلك عندما رجع الى هذه المنطقه لاحظوا هذا الانجالفين او شمعه ابتلاعيه صعوديه. كذلك عندما جاء الى هذه المنطقه لاحظوا لدي ما يسمى بالبين بار كذلك للدخول الشراء، رجع الى هذه المنطقه لدي كذلك الانجالفين. تلاحظون يعني نستطيع استعماله هذا الكاندلستكس او نموذج الشموع اليابانيه لتحديد منطقه الدخول، يعني فوق الانجالفين، فوق الانجالفين او فوق البين بار. والموفين افريج يعطيني منطقه القيمه، يعطيني المنطقه التي سابدا في البحث فيها عن الشراء من هذه المنطقة، لأن الاتجاه يعطيني الاتجاه، يعطيني منطقة القيمة، تلاحظون، والكاندلستيك تعطيني منطقة الدخول في الصفقة، تلاحظون، يعني أستطيع دمج المتوسط المتحرك مع نماذج الشموع اليابانية وتلك الثلاثة التي رأيناها القوية. كذلك نستطيع استعمال خطوط الترند مع الشموع. لاحظوا معي في هذا المثال السعر يحترم الترند، جاء إلى هنا ارتد، ثم جاء عاد إلى هذه المنطقة ارتد، بالتالي اصبح دعما، ثم عندما يرجع هنا انتظر ان يكون لي نموذج. لاحظوا هذا النموذج يقول لي تسمى بوليش انجالفين او شمعه ابتلاعيه، استطيع الدخول فوقها، يعني هذا النموذج الشموع اعطاني منطقه الدخول بدقه، واستطيع وضع ستوب اسفلها، اعطاني منطقه الخروج من الصفقه بدقه، منطقه وضع ستوب لوس، ثم بعد ذلك استطيع الدخول الى الصفقه وتحقيق ارباح جيده فقط باستعمال تريند لاين ونماذج الشموع اليابانية. يعني أستطيع خلق استراتيجية لنفسي لوحدي، لا يستعملها أحد، انطلاقا من فهمي لهذه الأدوات. كذلك لاحظوا معي أستطيع استعمال الدعم والمقاومة زائد نماذج الشموع اليابانية. لاحظوا هنا كانت لدي، يعني هنا كان دعم الذي تحول إلى مقاومة في المرة الأولى، ارتد منها السعر، ثم عندما عاد لاحظت وجود نموذج أعرفه وهو تويزر توب،
تويتر توب تلاحظون، بعد ذلك استطيع البيع اسفله ستوب لوس فوقه، ربما استعمل حتى الاي تي ار لتحديد مثلا ستوب فوق، ليس فقط فوق هذه المنطقه ولكن واحد اي تي ار فوق هذه المنطقه. تلاحظون استطيع اضافه الاي تي ار هنا على هذه الاستراتيجيه، وبعد ذلك بوم تلاحظون ندخل في الصفقه ونقوم بتحقيق ارباح فقط انطلاقا من فهمنا لكيفيه استعمال، لان هذا هو الهدف. الادوات كما قلت في الاول موجوده، ولكن كيفيه استعمالها هو المهم والغرض منها. بالتالي اذا فهمنا الغرض منها نستطيع استعمالها كما نريد. اوكي، مثلا نستطيع استعمال راس والكتفين مع الشموع، نماذج الشموع. لاحظوا لدي هذا النموذج، راس كتفين ثم كتف ثم راس، لدي خط العنق. استطيع انتظار اعاده الاختبار. لاحظوا هذا نموذج يسمى بنموذج الشمعة الابتلاعية، ادخل اسفله ببيبس واحد. قد نضيف الاي تي ار هنا لتحديد ستوب مثلا، ربما نضع ستوب هنا او نضعه واحد اي تي ار فوق تلك الشموع، وبعد ذلك لاحظوا بوم نقوم بالبيع، و يعني قد نحقق ارباحا جيدا انطلاقا من استعمال هذه كذلك الاستراتيجيه. اولا يجب معرفه انه مناطق العرض تكون، يعني مناطق العرض اذا رسمنا على هذا الشكل نسميها منطقه العرض، تكون دائما في الاعلى، يعني تكون دائما في اعلى الرسم البياني. تذكروا هذا الشرط اصدقائي، يعني منطقه العرض او سبلاي لنرمز اليها بحرف اس، سبلاي منطقه العرض تكون دائما في الاعلى، هي المناطق التي تكون في الاعلى على الرسم البياني. اوكي، وستلاحظون انه هناك خطان، خط علوي وخط سفلي، خط علوي وخط سفلي. الخط العلوي يسمى ديستال لاين، ديستال لاين، والخط السفلي يسمى بروكسيمال لاين. الخط العلوي يسمى ديستال لاين، والخط السفلي يسمى بروكسيمال لاين. ودائما الديستال لاين لا يجب لمسه، لا يجب تحريكه، لانه فوقه يكون وقف الخساره، نضع وقف خسارتنا. بالتالي الديستال لاين اذا كنا في منطقه عرض لا نقوم بتحريكه، اذا وضعناه في هذه المنطقه يبقى في هذه المنطقه، لانه اذا حركناه سنقوم بتكبير وقف الخساره، وبالتالي هذا منافي لمبادئ تسيير المحفظه المالية. بالنسبة لمنطقة الطلب أو demand zone، الطلب، منطقة الطلب، كذلك نرمز إليها بحرف D، لأن يعني demand باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية demand. هنا تكون دائما في الأسفل، تذكروا أصدقائي دائما منطقة الطلب تكون دائما في أسفل، يعني عندما يكون الاتجاه هابطا. هنا سبلاي عندما يكون الاتجاه صاعدا، يعني السعر صاعد، هذه المناطق تسمى بمناطق العرض. والطلب يعني عندما يكون الاتجاه هابط، هذه المناطق التي تكون هنا وسنعرف كيف نقوم بتحديدها تسمى بمناطق الطلب. كذلك في هذه المناطق لدينا خط علوي وخط سفلي. الخط السفلي هذا يسمى بالديستال لاين، يعني عكس عكس العرض، ديستال لاين. والخط العلوي يسمى بالبروكسيمال لاين. ديستال لاين لا يجب تحريكه، لانه اذا حركناه، لانه هنا نضع وقف خساره اسفله، اذا حركناه سنقوم بتكبير وقف خسارتنا اي ستوب لوس، وهنا هذا مناف لمبادئ تسيير المحفظه الماليه. اوكي، لذلك اصدقائي عندما نضع الديستال لاين، وسأعطيكم شروط، لا يجب تحريكه. طيب ماذا يقصدون بمنطقة العرض ومنطقة الطلب اصدقائي؟ ماذا قلنا؟ قلنا ان منطقة العرض تكون دائما في الاعلى، منطقة العرض تكون دائما في الاعلى، ومنطقة الطلب تكون دائما في الاسفل. ما الذي يقع في هذه المنطقة؟ عندما تكون مؤسسة كبيرة كالابناك، وتلك المؤسسات او الماركت ميكرز، المؤسسات التي تتحكم في السوق، عندما تشتري يصعد السعر بقوه، وعندما تحاول البيع في هذه المنطقه تبيع، هنا تبدا بالتخلص من الاسهم التي اشترت او من العملات التي اشترت. هنا هذه المنطقه سوف يحدث فيها يعني
تغير في الاتجاه وسينزل السعر بقوة. هذه المنطقة تسمى منطقة عرض، لذلك تسمى بمنطقة عرض، يعني أن تلك المؤسسات تقوم بالتخلص من تلك الأسهم التي اشترت، أي تعرض أسهمها للبيع، تبيع أسهمها، تبيع أزواج العملات التي اشترت. بالعكس في هذه المنطقة تقوم هذه المنطقة، هناك هذه المنطقة فيها طلب، يعني أن هنا في هذه المنطقة تبدأ تلك المؤسسات الكبرى بالشراء، تبدأ بالشراء بقوة في هذه المنطقة، مما سيؤدي إلى صعود السعر بقوة، تلاحظون؟ بالتالي إذا عرفنا أن هذه منطقة طلب، نحن دائما نريد أن ندخل مع المؤسسات الكبرى، بالتالي سنحاول الشراء في هذه المنطقة. وإذا عرفنا أن هذه المنطقة هي منطقة عرض، يعني أن المؤسسات الكبرى ستتخلص من أسهمها، ستتخلص من كل العملات التي لديها، مثلا إذا اشتريت عملات، بالتالي أنا أيضا إذا كنت مشتريا سأبيع، إذا كنت يعني مشتري لأسهم أو مشتري لعملات سأبيع، أو لمواد أولية أو أي شيء سأبيع، لأن أنا أريد أن أتداول مع الأبناك، مع المؤسسات الكبرى، مع صناع السوق، مع الماركت ميكرز. إذا هذا هو الكونسبت، هذا هو مبدأ العرض والطلب بكل بساطة. طيب هنا كيف سأقوم برسم مناطق العرض والطلب بطريقة سهلة بسيطة، يعني المتداول المبتدئ يستطيع فهمها والمتداول المحترف كذلك يستطيع فهمها. هنا لنرى بعض الأمثلة، لننتقل إلى الشارت لنرى بعض الأمثلة فيما يخص كيفية رسم مناطق العرض والطلب. إذا هنا لدي مثلا اخترت زوج الباوند شيف، هذا اخترته بطريقة اعتباطية. يعني أول شيء لاحظوا معي، أريد أن أرسم مناطق العرض والطلب، أنا أحب رسم مناطق العرض والطلب في الماونتلي تايم فريم، أي في النطاق الزمني الشهري، في الويكلي تايم فريم في النطاق الزمني الأسبوعي، وفي اليومي في فريم اليومي فقط. لا أحب أن أرسم مناطق العرض والطلب في الـ4 ساعات وفي الساعة وفي الـ15 دقيقة، لا، أنا أحب أن أرسم مناطق العرض والطلب في فريمات، يعني الماونتلي الويكلي والديلي. طيب لنبدأ بفريم الماونتلي، ماذا أريد أن أرى؟ أريد أن أرى حركة قوية، يعني انفجارا سعريا، يعني أريد أن أرى حركة قوية سواء صاعدة أو هابطة، أوكي؟ ثم بعد ذلك سوف أبحث عن شموع مؤسساتية، شموع تقول لي بأن هناك مؤسسة هي التي قامت بإنزال السعر بقوة، هي التي قامت بإنزال السعر بقوة. وعادة ما الذي تقوم به المؤسسات؟ تقوم أولا مثلا إذا أرادت أن تقوم بإصعاد السعر، يعني بجعله قويا، تقوم أولا بالبيع، تقوم بالبيع لكي يعني توهمك بأن السعر سينزل، تضريب وقف خسارتك، ثم بعد ذلك تبدأ بالشراء بقوة 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 أصدقائي حتى يصعد السعر. أوكي، هنا في تلك المنطقة نعرف أن هاته شمعة مؤسستية، وهاته قد تكون منطقة إذا كان السعر صاعدا، هذه منطقة كما قلنا منطقة طلب، وإذا هبط السعر فتلك كانت منطقة عرض. طيب لنرى أين، كيف سنحدد ذلك؟ طيب أريد أن أرى حركة انفجارية، لاحظوا هذه الحركة، هي حركة انفجارية، حركة قوية، حركة قوية، أوكي؟ إذا أين هي الشمعة التي سأعتمد عليها لرسم منطقة لأن السعر نزل، إذا هذه منطقة عرض، منطقة عرض، أين هي الشمعة التي سأرسم فيها منطقة العرض؟ لاحظوا معي إذا قمت بالتكبير بعض الشيء، أنا سأبدأ فقط من المنطقة، تلاحظون هذه الشمعة، هذه الشمعة، تلاحظون هذه الزرقاء، اشترت المؤسسات، تلاحظون تم الشراء شراء شراء، وبعد ذلك بوم ونزل السعر بقوة، إذا تم إيهامك بأن السعر بأن السوق سيصعد، يعني إذا كنا في هذه المنطقة، الكل سيتوقع بأن السعر صاعد، لماذا؟ لأنه لدينا هنا سبورت، لدينا هنا دعم في هذه المنطقة، تلاحظون في هذه المنطقة دعم، وكانت لدينا هذا الشمعة التي تقول بأن السعر صاعد، ثم رجعت إلى هنا عادت اختبار، وهنا بظهور هذه الشمعة الزرقاء نقول بوم السعر سيصعد، لنقوم بالدخول في الشراء، وما الذي حدث؟ بوم نزل السعر، تلاحظون؟ إذا هذه شمعة مؤسساتية، إذا هنا سأرسم منطقة بالنسبة لي، ولكن سأخذ هاته الشمعة فقط من ديولها إلى وجسمها هكذا، هاته بالنسبة لي هي منطقة ماذا؟ هي منطقة
عرض، بما أننا نحن في أعلى السعر، بما أن السعر بعدها نزل بقوة. إذن هاتي بالنسبة لي هي منطقة سبلاي، هنا باعت هاتي المؤسسات كل ما لديها. إذا كان هذا هاتي زوج عملات، إذن هذا منطقة قوية وقوية جدا. إذن إذا عاد إلي السعر أستطيع البيع من هذه المنطقة، لأن تلك المؤسسة ربما تكون ما زالت موجودة في هذه المنطقة. أوكي، هذا هو أهمية العرض والطلب. إذن أنا رسمت أول منطقة، لاحظوا معي كذلك، أريد أن أحدد حركة انفجارية أخرى. لاحظوا هذه الحركة، هل هي انفجارية؟ نعم، قوة يعني موجة دافعة هنا. إذن هاتي تلاحظون هذه الشمعة الزرقاء أوهمتنا، لاحظوا هنا، أوهمتنا بأن السعر سيصعد، تلاحظون، أوهمتنا بأن السعر سيصعد، ثم بعد ذلك بوم. ولاحظوا جاءت بعد هذه الشمعة، تلاحظون إذا كنتم تستعملون الشموع اليابانية، لاحظوا هذا النموذج، فهو مطرقة، نموذج المطرقة، وما الذي وقع؟ نزل السعر بقوة، تلاحظون. إذا هاته كذلك منطقة قوية، هاته شمعة مؤسساتية. إذا سأضع كذلك منطقة هنا، وهي منطقة ماذا؟ منطقة، نعم، منطقة عرض، منطقة عرض، لأن بعدها نزل السعر بقوة. إذا هنا باعت هاته المؤسسة الكبيرة، باعت مثلا إذا كانت هاته أسهمها، وبما أن نحن في الباوند شيف، إذا باعت العملة. أوكي، طيب، يعني إذا رجع السعر للمنطقة نستطيع البيع، أو إذا قمنا بالشراء نستطيع الشراء إلى هذه المنطقة. أوكي، إذا كنا قد اشترينا مثلا، نخرج من هذه المنطقة لأنها منطقة خطيرة، سيرتد منها السعر. طيب لاحظوا معي كذلك منطقة مهمة ومهمة جدا، لاحظوا في هذه المنطقة كذلك، لاحظوا لدينا يعني منطقة قد سيأتي السعر مستقبلا. لاحظوا هذه المنطقة هنا، ما بين هذه الشمعة وهذه الشمعة، هذا المكان لم يتم ملؤه بالسعر، لم تأتي إليه شمعة ولمسته. إذا هذا المكان يسمى مكان عدم توازن، مكان imbalance. بالتالي هذه المنطقة كذلك يمكن أن تكون منطقة يرجع منها السعر، لأنها منطقة imbalance، لا بد أن يأتي السعر ويلمسها على الأقل 50% فيها، ضروري أن يأتي السعر لهذه المنطقة. بالتالي هذه المنطقة كذلك سنقوم بتلوينها ونعطيها لونا، مثلا هكذا، هذه الخطوط بهذا اللون، لأنها مناطق مهمة ومهمة جدا. وهناك فرق بين الدعم والمقاومة ومناطق العرض والطلب. هنا مناطق العرض والطلب تتواجد بها مؤسسة كبرى، أما مناطق الدعم والمقاومة فهي مناطق يرتد منها السعر لمرة أو مرتين، ليست مناطق هي تتواجد فيها المؤسسات. أوكي، طيب، لنبحث كذلك عن شموع مؤسساتية في فريم الشهري لنرى أين هي، مثلا أين هو. أريد حركة انفجارية قوية في فريم المونتلي. لاحظوا هذه المنطقة كذلك، الآن أصبحنا نعرف أين نضع المناطق المهمة. تلاحظون هذه المنطقة مهمة كذلك، هي منطقة عرض لأنها بعدها حدث حركة انفجارية، تلاحظون، ولدينا imbalance. لاحظوا هذه المنطقة، لدينا imbalance هنا، لم يتم لمس هذه المنطقة، تلاحظون هناك فراغ في هذه المنطقة. إذا سأقوم بتكبير هذه المنطقة هكذا، لأن بها imbalance، تلاحظون بها imbalance، بها عدم توازن. بالتالي قد يأتي السعر فقط إلى هذه المنطقة ويرجع قبل أن يلمس هذه المنطقة. إذا بالنسبة لي أنا هذه منطقة مهمة ومهمة جدا، يجب أن أحذر فيها. أوكي، يجب أن أحذر فيها. طيب، هل لدي في هذه المنطقة أي شيء؟ نعم، لاحظوا هذه المنطقة هي كذلك منطقة مهمة، تلاحظون هذه المنطقة هي منطقة مهمة، ولاحظوا جاء إليها السعر بوم ثم ارتد بقوة، رجع السعر بقوة إلى هذه المنطقة، تلاحظون. لاحظوا كذلك هنا، رجع السعر بقوة ثم عاد، تلاحظون. إذا هذه مناطق في فريم الماونتلي. كذلك توجد هذه المنطقة، تلاحظون هذه الشمعة، هي منطقة، هي شمعة مؤسساتية، ولكن أظن أنه تم تجاوزها من هذه الشمعة الأخيرة. بالتالي هذه ليست، لا يمكن استعمالها كشمعة مؤسساتية لأن تم تجاوزها بالكامل، بالتالي ليست بشمعة. فقط أريد أن أرى هل تم تجاوزها أم فقط وصلت إلى الرأس. نعم، تم تجاوزها، إذن ليست بشمعة مؤسساتية لأن تم تجاوز جسمها بالكامل. بالتالي عندما عاد السعر إليها، ليس في هذه المنطقة، عندما عاد السعر إليها، تلاحظون. طيب الآن نحن حددنا مناطق العرض، مناطق العرض لأنه السعر هابط، لأن الاتجاه هابط، ليست لدينا مناطق طلب، تلاحظون هنا لدينا فقط مناطق عرض، مناطق يتم منها البيع في هذه المنطقة، أنا أتحدث فقط عن هذه المنطقة. إذا حددنا مناطق العرض، تلاحظون لدينا مناطق عرض،
وحددنا مناطق عدم التوازن أو الإمبالانس. طيب لنرى على فريم الأسبوعي هل لدينا مناطق أخرى يجب لكي نراها؟ لا نرى فقط المناطق القريبة، لا نريد الذهاب بعيدا. طيب لاحظوا معي هنا، طيب أين هي المناطق؟ مناطق التي فيها شمع أو فيها انفجار، يعني حركة انفجارية أو حركة قوية. دائما نبحث عن الحركة القوية، هي التي ستعطينا معلومات هل هناك أي شيء. هناك حركة قوية هنا، تلاحظون هذه الشموع هنا هذه المنطقة. إذن هذه المنطقة قد يكون فيها شمعة مؤسساتية. لنرى، لاحظوا هذه الشمعة الزرقاء، تلاحظون أوهمتنا بأن السعر سيصعد ثم بعد ذلك بوم. إذن هذه منطقة مهمة ومهمة جدا أصدقائي. سنضعه هكذا، ولاحظوا هناك امبالانس. لاحظوا هذه المنطقة لم يصل إليها السعر، تلاحظون هذه المنطقة كلها منطقة امبالانس. منطقة عدم توازن، سيأتي إليها الباوند شيف على الأقل إلى 50% منها على الأقل. هنا تلاحظون على الأقل في هذه المنطقة سيأتي إليها السعر إذا كان هناك ارتداد، وهذه المنطقة قوية جدا قد يرتد منها السعر. بالتالي أنا منطقتي التي سأكون يعني سأقوم هذه هي المنطقة، ولكن بما أنه لدي امبالانس أو عدم توازن بالتالي سأوسع هذه المنطقة كلها أصبحت بالنسبة للمنطقة يجب الحذر منها، خصوصا إذا قمنا بهكذا، إذا فقط 50% من هذه المنطقة، يعني هنا خصوصا 50%. أوكي، بالتالي أنا بالنسبة لكل هذه المنطقة هي منطقة مهمة جدا، منطقة يجب الحذر فيها. ولنضع لونا آخر لأن هذه أسبوعية ليست شهرية، إذا نقوم بتلوينها بلون مثلا هكذا حتى نعرف الفرق، نفرق بينها. تلاحظون إذا الآن حددت منطقة قد يرتد منها السعر، حددت منطقة إذا صعد البوند شيف إلى هنا قد يرتد من أي منطقة هنا، قد يرتد من هذه المنطقة، قد يصعد قليلا ويرتد من هذه المنطقة، ولكن لن يتجاوز هذا الخط الأسود وسيعود. أوكي، لن يتجاوز، قد يعود فقط إلى هذه المنطقة أو ربما يعود يكمل الاتجاه. طيب جيد، الآن هل لدي أي شمعة أخرى؟ لاحظوا كانت لدي هذه الشمعة، تلاحظون كانت لدي هذه الشمعة المؤسساتية، تلاحظون عاد إلى السعر. لنرى هل عاد إلى السعر أم لا، لأنه هنا يتضح لي أنه كذلك هنا في هذه المنطقة ليس هناك إمبالانس. لنرى هل لمس السعر؟ لم يلمسها. تلاحظون هناك كذلك هذه المنطقة مهمة جدا، منطقة عدم توازن في فريم الأسبوعي، قد يرجع إليها السعر كذلك في المستقبل، يعني ليس بالضرورة الآن ولكن في المستقبل. تلاحظون قد يرجع إليها السعر، هذه منطقة مهمة كذلك يجب الحذر منها. يعني لدينا هذه المنطقة كلها هي منطقة كذلك مهمة، تلاحظون حتى لهذه المنطقة. إذن هاتي على فريم الأسبوعي كذلك منطقة مهمة كذلك يجب الحذر منها أصدقائي. طيب هاتي منطقة يعني عرض كذلك، منطقة عرض فريم الآن حددنا في فريم الأسبوعي كذلك مناطق عرض. هنا هاتي كذلك منطقة عرض، لاحظوا هاتي الشمعة تلاحظون صعد السعر، ضربت ستوبات ثم بعد ذلك بوم، تلاحظون كم هي قوية. ولاحظوا عندما جاء السعر إليها ما الذي وقع؟ ارتد بقوة. تلاحظون هاتي كذلك منطقة، وبما أنها تتزامن مع هذه المناطق فيعني نعرف أن هذه المناطق مناطق قوية وبها مؤسسات تقوم بتحريك السوق، بالتالي هذه المنطقة كذلك منطقة مهمة. تلاحظون تزامنت مع هذه المناطق كلها، بالتالي هذه المنطقة منطقة مهمة، ولكن بما أنها تم إلغاؤها لأن عاد السعر إليها خلاص نحتسب فقط هذه الأخيرة. طيب فريم اليوم لنرى هل لدينا أي شيء في فريم اليومي. لاحظوا أصدقائي هذه الشمعة، تلاحظون هذه الشمعة، لاحظوا بعدها ما الذي وقع؟ بوم، نزل السعر بقوة. إذن هذه الشمعة هي كذلك منطقة مهمة، جاءت وسط منطقة فريم الأسبوعي، جاءت وسط منطقة الفريم الأسبوعي، بالتالي هذه المنطقة هي منطقة عرض كذلك، منطقة عرض. لنقوم بوضعها بلون آخر مثلا الأصفر،
هكذا حتى تتضح لنا ولنضعها بلون أزرق هكذا لكي تظهر لنا وسط تلك المنطقة. إذن هذه منطقة مهمة كذلك، منطقة مهمة جدا. هل لدي إمبالانس في تلك المنطقة؟ هل لدي عدم توازن في تلك المنطقة؟ لاحظوا هنا لم يتم لمس هذه المنطقة، لاحظوا هذه المنطقة ليس هناك لمس لهذه المنطقة، بالتالي هناك إمبالانس بعدما تم كسر هذه الشمعة. إذن سأقوم بتكبير هذه المنطقة وستصبح إلى هذه المنطقة إلى هنا. يعني في أي مكان هنا قد يرتد السعر، في أي مكان هنا قد يرتد السعر. تلاحظون أسبوعي تزامن كانفلونس، تسمى بالكانفلونس مع اليومي، يعني هذه المنطقة تزامنت كون شمعة مؤسساتية هنا وكذلك شمعة مؤسساتية في فريم الأسبوعي زائد إمبالانس، يعني سيصل السعر لهذه المنطقة لا محالة. أوكي طيب لاحظوا معي كذلك، لاحظوا هنا هذه الشمعة أليست بشمعة مؤسساتية؟ لأنه بعد ما الذي وقع بوم نزل السعر بقوة، يعني هنا هذه كذلك هي شمعة مؤسساتية لنضعها كذلك بهذه الطريقة هكذا، وهذه كذلك منطقة عرض. ولاحظوا بالفعل فهي منطقة عرض، لأن لاحظوا كم من مرة تم ارتد السعر منها، لاحظوا كم من مرة ارتد السعر منها، أكثر من 3 مرات تقريبا. هاتي لاحظوا جاء السعر لهذه المنطقة ثم ارتد ثم رجع ثم ارتد من هذه المنطقة نفسها ثم رجع ثم ارتد من هذه المنطقة نفسها، تلاحظون 3 مرات. بالتالي أتوقع أنه هنا في هذه المرة سيصعد السعر إلى هذه المنطقة، سيصعد السعر إلى هذه المنطقة، تلاحظون لأنه ارتد 3 مرات. لا أظن أنه سيرتد للمرة الآن، يعني لا أظن أنه سيرتد، خصوصا أنه لاحظوا عندما يرتد لاحظوا المرة الأولى ارتد إلى هذه المنطقة ثم عاد ثم ارتد أقوى ثم عاد ثم ارتد أقوى ثم عاد، ولكن هذه المرة لاحظوا لم يرتد أقوى، لاحظوا لم يكن قويا. بالتالي ولاحظوا هذه الشمعة القوية، وأنا في هذه الصفقة شراء، أنا اشتريت في هذه الصفقة وهدفي موجود في هذه المناطق هنا ما بين هنا وهنا، هذا هو الهدف الموجود. تلاحظون هذه منطقتي، لأن هناك كذلك هنا يوجد إمبالانس في هذه المنطقة، تلاحظون لم يتم لمسه. أوكي إذا حددنا مناطق، بما أن يعني هنا اتجاه هابط، حددنا مناطق العرض لأن اتجاه هابط ليس هناك اتجاه صاعد. كذلك هنا لنرى هل لدينا منطقة مثلا عرض، منطقة طلب، يعني منطقة التي يوجد بها طلب. هنا ليس لدينا أي منطقة. إذا هنا لنكتفي بهذا القدر فيما يخص مثلا هذا الذي اتجاه هابط. تلاحظون كيف نحدد مناطق؟ إذا حددنا مناطق العرض بطريقة احترافية سهلة بسيطة، ابتداء من الماونتلي تايم فريم، يعني فريم اليومي، فريم الشهري، ثم فريم الأسبوعي، ثم فريم اليومي. وهذه المناطق مهمة ومهمة جدا، وتخول لي الابتعاد عنها إذا كنا قد اقتربنا منها، نبتعد عنها. أوكي نبتعد عن هذه المناطق حتى يصل إليها السعر، ونتداول منها باستعمال المادي السموع اليابانية. مثلا هنا إذا مثلا لنفترض أنه سيأتي السعر إلى هذه المنطقة، مثلا نفترض أنه السعر هذه المنطقة أعرف أنه خلاص لن يرتد منها السعر، بالتالي إذا جاء السعر إلى هذه المنطقة هنا وأعطاني نموذجا من المادي السموع اليابانية سأبيع. إلى أين سأبيع؟ سأبيع إلى هذه المنطقة إلى هنا، لأنها ستصبح منطقة طلب، ربما قد تصبح منطقة طلب، بالتالي يجب الحذر منها. أوكي إذن هكذا يمكننا تداول بطريقة سهلة احترافية مناطق العرض والطلب. لنرى مثلا آخر، لنذهب مثلا إلى لنختار مثلا الأسهم، نختار الأسهم، مثال في الأسهم حتى نستعمل كل مثلا نختار أي فيسبوك مثلا. جيد لدينا اتجاه صاعد. طيب لنرى كيف نبدأ من فريم الماونتلي، من فريم الشهري، نبدأ من فريم شهري ونرى. لاحظوا هنا أين هي، أريد أن أحدد أولا يعني الحركات القوية، الحركات القوية أول حركة كانت هنا، تلاحظون هذه الحركة القوية. إذن هذه الشمعة الأخيرة التي هي شمعة بيع قبل الشراء، هذه منطقة قوية، هذه منطقة طلب، هذه منطقة طلب الآن، نضع بلون هكذا منطقة طلب.
منطقة أخرى منطقة طلبيات المنطقة، تلاحظون بعدها بوم صعد السعر بقوة هنا. هاتي كذلك نأخذ كل الشمع بذيلها، كذلك منطقة طلبات منطقة قوية، تلاحظون منطقة قوية هكذا، وقد عاد إليها، لاحظوا تم عاد إليها السعر بعد ذلك صعد، ثم عاد اقترب منها ثم صعد. أين هي منطقة أخرى؟ أريد دائما أن أحدد يعني الحركات القوية. لاحظوا هذه الحركة قوية، تلاحظون هذه الحركة قوية، بالتالي هذه كذلك منطقة مهمة جدا، وسيرتد منها السعر غالبا. ولاحظوا نعم ارتد منها السعر، تلاحظون ارتد منها السعر بقوة، لاحظوا كيف ارتد منها السعر بقوة أصدقائي. كذلك أصبحت هذه منطقة طلب لأنه صعد السعر بقوة وسيرتد منها السعر كذلك، ولاحظوا ما الذي وقع، ارتد من السعر كذلك، ارتد من السعر، جاء السعر إليها، ثم ما الذي وقع؟ بوم صعد السعر بقوة. الآن هاتي كذلك، بما أن هذا السعر هاتي حركة قوية سيرتد من السعر أظن، إذا هاتي ستصبح منطقة طلب. يعني هنا تتمركز تلك المؤسسات الكبرى، هنا تتمركز تلك المؤسسات الكبرى التي تقوم بتحريك السوق بطريقة قوية، تلاحظون يعني هم يشترون يبيعون يشترون يبيعون يشترون، ولكن هذه المناطق التي يشترون منها، تلاحظون يعني هذه مناطق عرض، عفوا مناطق طلب، يعني هناك طلب على هذا. إذا حددنا مناطق الطلب في الفيسبوك على فريم المونتلي، نذهب إلى فريم الأسبوعي. أين هي مناطق الطلب في فريم الأسبوعي؟ نبدأ فقط من هذه المنطقة هنا، هل هناك مناطق طلب في فريم الأسبوعي؟ لاحظوا أين هي الحركات القوية، أين هي الحركات القوية، لاحظوا هنا أصدقائي، لاحظوا في هذه المنطقة هنا، أين فقط أريد قلما، يعني أريد منطقة يكون فيها صعود قوي، لاحظوا هذه المنطقة هنا كان صعودا قويا، تلاحظون على فريم الأسبوعي. إذا هذه منطقة مهمة، ولاحظوا لدي امبالانس هنا، لاحظوا هذه المنطقة لم يتم لمسها، هذه المنطقة إذا جئت بالسعر هكذا، لاحظوا هذه المنطقة لم يتم لمسها ما بين هذه المنطقة وما بين هذه الشمعة. إذا هذه كلها منطقة عدم توازن، يجب أن يدخل فيها السعر، يجب أن يأتي إلى نصفها السعر، يجب أن يتم لمسها، ولنرى أين تم لمسها، هل تم لمسها؟ تلاحظون جاء السعر ولمسها وتزامنت مع تلك الشمعة المؤسساتية، هذه الشمعة تلاحظون التي كانت في فريم المونتلي وهي كذلك في فريم الأسبوعي، تلاحظون هذه الشمعة بعدها بوم صعد السعر بقوة، هذه الشمعة إذا تلاحظون تزامنتا مع بعض هكذا، تلاحظون بالتالي هذه منطقة قوية، وهذا الشيء الذي وقع صعد السعر بقوة. لاحظوا كذلك هنا هذه الشمعة هي شمعة مؤسساتية كذلك، لأن بعدها صعد السعر بقوة، هنا صعد السعر، إذا هذه كذلك يمكن أن تكون منطقة على فريم أسبوعي، منطقة ارتداد، سأخذ كل الشمعة من هنا إلى هنا، وهل ارتد منها السعر؟ لنضع بلون آخر مثلا هكذا، هل ارتد منها السعر؟ نعم، جاء السعر إليها ثم بوم صعد بقوة، تلاحظون يعني دائما تلك المنطقة نأخذ فقط الارتداد، يعني ذلك الارتداد، مع لاحظوا أعطانا هامر مطرقة وصعد السعر، أعطانا نموذجا هنا في هذه المنطقة وصعد السعر، تلاحظون يعني في فريم الويكلي هذه منطقة مهمة. هل لدينا منطقة أخرى؟ لاحظوا هنا صعد السعر بقوة في هذه المنطقة، إذا هذه كذلك منطقة طلب، هنا منطقة طلب وجاء إليها السعر وصعد، وهو الآن آت إلى السعر، قد يتم يرتد من هذه المنطقة، قد يرتد من هذه المنطقة إذا أعطانا نموذجا من نماذج الشموع اليابانية، قد يرتد. أوكي، إذا نحن قمنا برسم منطقة قوية هنا. لنذهب إلى الفريم اليومي لنرى هل هي متزامنة مع أي شيء. الفريم اليومي هل هناك شمعة؟ لاحظوا هناك جاب في هذه المنطقة سيتم إغلاقه، سيتم إغلاقه فقط على الأقل 50%، سيتم إغلاقه على الأقل 50%، إذا سيأتي السعر هذه المنطقة وسيتم إغلاقه، تلاحظون؟ ولاحظوا تزامنت مع هذه الشمعة، تلاحظون هذه الشمعة هي كذلك شمعة مؤسساتية، يعني قد يأتي السعر إلى هنا، من هنا قد نبدأ بالبحث عن شراء فيسبوك. من هنا من هذه المنطقة إذا جاء السعر إلى هذه المنطقة قد نبحث عن الشراء، لأنه هنا أعرف أن هناك شمعة مؤسساتية، يعني أن هناك مؤسسة تتمركز في هذه المنطقة وستقوم بالشراء. ستقوم بالشراء، وإذا اشتريت من هذه المنطقة
أين سأخرج من الصفقة؟ سأخرج في شمعة مؤسساتية معاكسة، يعني منطقة عرض. أين هي منطقة العرض الأولى؟ أين هي المنطقة التي كان فيها السعر نزل بقوة؟ لاحظوا هذه المنطقة، فهو السعر نزل الآن بقوة، إذن هذه المنطقة هي منطقة مهمة. يعني إذا جاء السعر الآن مثلا إلى هذه المنطقة إلى هنا ودخل إلى هذه المنطقة وقمت بالشراء، وسيكون وقف الخسارة صغير جدا. إذا رجع السعر سيكون هذا في هذه المنطقة هنا، وهذه المنطقة تقول لي بأن هناك هناك مؤسسة تتمركز في هذه المنطقة. لماذا؟ لأنه لدي منطقة عرض في هذه المنطقة. أوكي، لأن المؤسسة لا تستطيع أن تبيع كل ما لديها في مرة واحدة. أوكي، لا تستطيع أن تبيع مرة واحدة. لاحظوا هنا كذلك هذه شمعة مهمة هنا، هذه منطقة عرض، تلاحظون هذه الشمعة منطقة عرض. والدليل هو أنه عندما جاء السعر إليها بوم ارتد، عندما جاء السعر إليها لاحظوا ارتد. وكذلك هذه الشمعة كذلك هي شمعة تقول بأنها شمعة مؤسساتية، بالتالي هذه كذلك منطقة مهمة. وما الذي وقع؟ جاء إليها السعر وارتد، جاء إليها السعر هنا وارتد. إذا أنا بالنسبة لي سأستعمل دائما آخر مناطق العرض والطلب في الفريم اليومي، هي المهمة بالنسبة لي مناطق العرض والطلب في الفريم اليومي. يعني هذه المناطق التي في الفريم الأسبوعي ليست مهمة لي، لأني لا أتداول سوينج تريدين، يعني لمن أراد سوينج تريدين نعم، ولكن نتداول يعني التداول اليومي. بالتالي هذه المناطق هي مناطق أنا أحب أن أرى أولا مناطق فريم اليومي يتم لمسها، ونبدأ بالبحث عن صفقات شراء. أوكي، لنرى مثلا أخيرا، مثلا لا أدري تسلا أو أي شيء، لنرى أمازون مثلا، لنختار شركة أمازون. فريم الماونتلي مثلا، فريم الشهري، أو نذهب مباشرة إلى فريم اليومي مباشرة لنبحث عن يعني مؤسستية قريبة. لاحظوا هنا، هاتي شمعة مؤسستية، يعني هاتي منطقة مهمة، هاتي منطقة ماذا؟ بما أنها توجد أسفل السعر، إذا هي منطقة ديماند، طلب، نعم منطقة طلب. إذا وصل السعر إلى المنطقة فهذه منطقة مهمة للدخول في صفقات شراء. هل هناك أي شيء آخر؟ لاحظوا مثلا هذه المنطقة كانت منطقة ماذا؟ كانت منطقة عرض. هذه المنطقة كانت منطقة عرض، هذه الشمعة، تلاحظون شراء قبل البيع، منطقة عرض، لأن بعدها نزل السعر بقوة، لاحظوا جاء السعر إليها ولم يتجاوزها، تلاحظون دائما لا يتجاوز السعر، يعني ستوب يكون فوقها مباشرة. ماذا قلنا؟ هذا هو الخط ديستال لاين، هذا هو الديستال لاين، هذا العلوي، وهذا الخط البروكسيمال لاين. قلنا أن الديستال لاين في منطقة العرض لا نقوم بتحريكه، يبقى واقفا، لأننا هذا هو ستوب لوس، هذا هو وقف الخسارة، فوقه مباشرة ببيبسين أو ثلاث بيبسات نضع وقف الخسارة. أوكي، وهذا نستطيع تحريكه إذا أردنا، لا مشكلة. تلاحظون كذلك هنا، هاتي كذلك أين 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 هاتي المنطقة، هي منطقة مهمة، بعدها نزل السعر بقوة. إذا عاد إليها السعر نستطيع ماذا؟ نستطيع البيع من هذه المنطقة. إذا عاد السعر أمازون، إذا عادت إلى هذه المنطقة هكذا نستطيع البحث عن البيع. إلى أين؟ ما أين هي آخر شمعة، آخر منطقة الطلب التي صعد منها السعر؟ هاتي المنطقة، تلاحظون هذه منطقة طلب، وعندما يأتي إليها السعر يرتد، يأتي إليها السعر يرتد. إذا صعد السعر من هنا نبيع إلى هذه المنطقة، أما إذا جاء إلى هذه المنطقة وارتد، عندما نبيع سنبيع وربما سنستهدف مثلا هذه المنطقة. أين هي هذه المنطقة؟ الأسفل هنا، تلاحظون. إذن هكذا نقوم بتداول مناطق العرض والطلب. أعطيتكم أمثلة عن العرض وأعطيتكم أمثلة عن الطلب. دائما نبحث عن حركة انفجارية، تلاحظون هذه الحركة القوية، ولاحظوا قبلها دائما نجد شمعة مؤسساتية. تلك الشمعة المؤسساتية نقوم بوضع خطين، واحد فوق ذيلها والثاني أسفل ذيلها، وهذه ستكون إذا كان السعر صاعدا ستكون منطقة طلب ديماند، وإذا كان السعر هابطا ستكون منطقة عرض. وهذه المناطق مهمة جدا، ولكن ليس فقط هنا، لا أقول لكم أنه فقط عندما يأتي السعر إلى هذه المنطقة تشتري، لا، يجب أن تكون لديك استراتيجية لتداول هذه المنطقة، يجب أن تكون لديك استراتيجية لتداول هذه المنطقة، يجب أن تكون لديك استراتيجية لتداول هذه المنطقة. أوكي، لا نتداول فقط بطريقة
اعتباطية، يجب أن تكون لدينا استراتيجية. هذه المناطق نحددها فقط إذا كنا في صفقة نخرج منها نكون حذرين للخروج، وإذا أردنا الدخول في صفقة واقتربنا من هذه المنطقة لا ندخل، لأننا يجب أن نكون حذرين ونقول لا، يجب الانتظار حتى نرى تأكيدا باستعمال هذه الطريقة. إذا أتمنى أن هذه الأسرار التي أعطيتكم لرسم مناطق العرض والطلب بطريقة بسيطة سهلة، فقط تدربوا عليها، إذا تدربتم عليها ستفهمون. قمنا بتجربتها على سوق الفوركس، قمنا بتجربتها كذلك على سوق الأسهم، يعني سهلة بسيطة لا تحتاج لتعقيد. تستطيعون مثلا البدء فقط بفريم اليومي، لا تقوموا برسم مناطق في فريم الماونتلي والويكلي، ارسموا فقط مناطق في فريم اليومي كما فعلت في الأمازون، في مثال الأمازون. وعندما يصل السعر إلى تلك المنطقة تستطيعون البحث عن الشراء عندما تكون لديكم مثلا ربما انجالفين باترن، أو اختبار لثلاث مرات تلك استراتيجية الموفين افريج 50، أو يعني يجب أن تكون لديكم استراتيجية تضيفونها على هذا مناطق العرض والطلب. إذا أصدقائي لاحظوا معي هنا ما هو المشكل في أداة الفيبوناتشي. طيب، يعني هناك في بعض الأحيان نرى حركة قوية، مثلا نرى حركة قوية نحو الأعلى، ثم بعد ذلك نرى يعني نقوم بإحضار أداة الفيبوناتشي. يعني عندما نرى موجة قوية نقوم بإحضار أداة الفيبوناتشي ونضع فيبوناتشي بهذه الطريقة، هذه أداة الفيبوناتشي ريتريسمنت أو أداة فيبوناتشي للارتدادات، ونقول إذا عاد السعر إلى 38.20% سنحاول الدخول شراء في هذه الصفقة، لأن هناك ربما شخص ما قال لي أنني أقوم باستعمال هذه الأداة ودائما أدخل في مستوى 38.20% وأحقق أرباحا جيدة، بالتالي أقوم بالدخول بصفقة شراء في هذه المنطقة، أقوم بالدخول بصفقة شراء في هذه المنطقة. ولكن المشكل أنه بعد دخولي في الصفقة على مستوى 38.20 السعر ينزل ثم ينزل ثم ينزل ثم ينزل ثم ينزل، وتصبح الخسارة كبيرة بالنسبة لي، يصبح الألم كبيرا بالنسبة لي، بالتالي أقول لا، سوف أخرج من هذه المنطقة، خلاص لم تعد لدي هذه الصفقة، ليست جيدة، سأخرج من هذه الصفقة. وبعد ذلك يأتي السعر ينزل يكمل إلى مستوى 61.8% هنا، ثم بعد ذلك ما الذي أرى؟ بوم، ويصعد السعر بقوة بقوة إلى المنطقة التي كنت أريد أن أدخل إليها. طيب الآن سوف أقول مع نفسي خلاص، الآن عرفت أنه مستوى 61.8% هو أفضل مستوى بالنسبة لي للدخول في الصفقة، بالتالي في المرة المقبلة إذا جاء السعر إلى هذه المنطقة سأدخل الشراء. ثم بعد ذلك ما الذي سيحدث؟ بعد ذلك نلاحظ موجة قوية صاعدة، ثم سأقول نعم، إذا كان هناك بول باك وعاد السعر إلى منطقة 61% سأدخل في الصفقة الشراء. ولكن عوض أن يأتي السعر إلى 61.8% يصل إلى مستوى 50%، ثم بعد ذلك بوم يصعد السعر. وأنا أقول كيف ذلك؟ يعني أول مرة 38.20% وكانت صفقة خسيرة، بعد ذلك الآن انتظرنا إلى 61.8 ولم يأتي السعر، يعني خلاص. إذا الآن لنقول أنني سأبدأ بالدخول في صفقات على 50%، على مستوى 50%، ثم بعد ذلك تدخل، يعني يأتي السعر ينزل إلى هذه المنطقة، ثم أنت الآن في هذه المنطقة سوف تدخل شراء. بعد ذلك تلاحظ أن السعر صعد صعد صعد، وهنا تقول آه خلاص وجدتها، الآن هذه هي منطقة الدخول دائما، الآن عرفت سر التداول في باستعمال المؤشر أو باستعمال أداة الفيبوناتشي، دائما سوف أدخل على مستوى 50، ويعني هذه صفقة رائعة وتفرح وكل شيء. وبعد ذلك بوم ينزل السعر، بالتالي تقول مع نفسك هذه الأداة يعني ما هي إلا خطوط، ويعني ليست بأداة جيدة فهي تحقق خسائر، وكل مرة دخلت في الصفقة أخسر صفقاتي، بالتالي ليست بأداة جيدة، وتصبح لديك يصبح لديك حكما على هذه الأداة خاطئا، لأنه أنت من استعملت هذه الأداة بطريقة خاطئة. لماذا؟ لأنه استعملتها لوحدها في التداول. لا يمكن استعمال هذه الأداة لوحدها في التداول، لذلك قلنا سوف ندمجها مع structure البنية ومع RSI. طيب لاحظوا معي الآن لنرى مثالا، سنأخذ مثال في الفوركس كمتداول يومي ومثالا في سوق الأسهم كمستثمر. أخذت لناخذ مثلا NZDJPY، لاحظوا معي سنأخذ فقط آخر حركة هكذا حتى أشرح لكم ماذا أقصد بالبنية وماذا أقصد بالRSI. طيب إذا قمنا بتحليل هذه الحركة، نحن الآن في اتجاه صاعد، وماذا لدينا؟ لدينا حركة قوية
ثم بول باك او ارتداد الى هذه المنطقه، ثم بعد ذلك حركه قويه، بعد ذلك تم كسر، تم كسر البنيه وعاد السعر الى اين عاد؟ عاد الى منطقه هذه المنطقه التي هي اذا نظرنا الى اليسار هي ستصبح الان منطقه دعم، كانت منطقه مقاومه في الاول ثم الان اصبحت منطقه ماذا؟ منطقه دعم. بعد ذلك ما الذي وقع؟ صعد السعر، كسر تلك المنطقه التي هذه المنطقه التي هي الان اصبحت ستصبح منطقه ماذا؟ منطقه مقاومه، اذا عاد اليها السعر واصبحت منطقه مقاومه. تلاحظون هذا البول باك اصبحت منطقه مقاومه. اذا ماذا اقصد بالبنيه؟ اقصد بالبنيه هو دائما عندما يتم الكسر دائما ارى الى اليسار، ودائما انتظر اتوقع ان يعود السعر بول باك الى منطقه البنيه. ولاحظوا عندما صعد السعر الى اين عاد؟ عاد الى هذه المنطقه التي هي اصبحت منطقه دعم. بالتالي دائما استعمل البنيه مع مستويات الفيبوناتشي. طيب اذا اردنا استعمال البنيه مع مستويات الفيبوناتشي، لنقول انه لدي هذه الحركه ثم بول باك، ثم بعد ذلك تم كسر هذه الحركه، هكذا تم الكسر. اذا اين هو مستوى، اين هو مستوى الدعم لدي؟ اين هو البنيه؟ اين هي البنيه التي ساعتمد عليها؟ ياتي البنيه. لاحظوا، وبنيه هي عباره عن منطقه وليست فقط، هي تكون عباره عن منطقه وليست نقطه واحده، اوكي؟ تكون عباره عن منطقه وليست نقطه واحده، يعني ليست مستوى واحد، يعني قد تكون منطقه region area نسميها ب area. طيب اذا هذه بالنسبه لي انا اصبحت منطقه ذات قيمه، area of value، منطقه ذات قيمه. طيب عندما يعود السعر الى، لاحظوا جاء السعر الى هنا، اذا قمت باحضار اداه الفيبوناتشي retracement، اداه فيبوناتشي الارتداد للارتدادات، وقمنا بقياس هذه الموجه الصاعده، الى اين ارتد السعر؟ الى اين ارتد السعر؟ لاحظوا جاء الى منطقه 61.8%، تلاحظون جاء الى منطقه 61.8%. هنا ساقول مع نفسي طيب الان لدي مستوى قوي جدا هو هذا المستوى، اريد فقط ان اغير هذا اللون، لدي هذا المستوى هو مستوى قوي جدا، اوكي، مستوى 61.8%. تلاحظون بالتالي ماذا لدي؟ كانت لدي هذه المنطقة هي منطقة مقاومة التي تم كسرها وأصبحت منطقة دعم، ووصلنا إلى مستوى الفيبوناتشي ريتريسمنت 61.8%. بالتالي هنا هذا يعطيني احتمال دخول في صفقة ذات احتمالية نجاح عالية، احتمالية نجاح عالية. وإذا نظرنا إلى الفيبوناتشي، إلى عفوا الـ RSI أو يعني مؤشر القوة النسبية في هذه المنطقة، سنجد أننا في منطقة أوفرسولد، منطقة أوفرسولد يعني منطقة التي يمكننا يعني احترامها واستعمالها كذلك كانفلونس. لاحظوا كم من عامل هنا لدينا، لدي ثلاث عوامل أصدقائي في هذه الصفقة. لدي أولا يعني تم كسر منطقة مقاومة التي ستصبح دعما، هذا أول شيء. ثاني شيء لدي مؤشر أو أداة الفيبوناتشي التي نحن على مستوى 61.8%. وثالث شيء مهم ومهم جدا هو أننا في منطقة الأوفرسولد، بالتالي هذه المنطقة هي منطقة قوية جدا بها كونفلونس، بها تجميع لثلاث عوامل سيجعلني من الدخول في صفقة بقوة أصدقائي. وهنا أين سيكون الهدف؟ سيكون الهدف دائما سنستعمل فيبوناتشي اكستنشن، وفي 90% من الحالات سيكون الهدف هو 127%. يعني هنا في هذه المنطقة سيكون الهدف هو 127 فيبوناتشي اكستنشن. هنا هذه هي منطقة التي سأدخل في، يعني سأخرج من الصفقة فيها، أوكي؟ عفوا، هذه هي المنطقة التي سأخرج من الصفقة فيها هنا. إذا لا زال السعر لم يصل هذه المنطقة. طيب إذا أردنا أن نرى أين وصل السعر مثلا في هذه الحركة، هذه الموجة، سنقوم بقياس الفيبوناتشي اكستنشن. إذا هكذا، وسنجد أنه وصل إلى 127%. لاحظوا هنا، تلاحظون هذه هي المنطقة التي وصل إليها السعر. تلاحظون ضرب الهدف، أوكي؟ إذا مهم جدا أن نعرف أنه الفيبوناتشي يمكن استعماله بطريقة جد قوية، يمكن أن يعطيك أرباحا رائعة رائعة
باستعمال هذه الطريقة التي أعطيكم. فقط يجب أن تعرفوا أن الأداة الفيبوناتشي لا يمكن استعمالها لوحدها، يجب أن نستعمل معها الكانفلونس، يجب أن نستعملها معها ثلاث عوامل أو عاملين على الأقل أو عنصرين مهمين. قلنا البنية، دائما ننظر إلى اليسار لنرى هل لدينا مقاومة، هل لدينا دعم. في حالة الشراء نريد أن يتم كسر مقاومة ثم يعود إليها لتصبح دعما، وفي تلك المنطقة التي عاد إليها ذلك البول باك نريد أن نرى على الفيبوناتشي مستوى من المستويات 38.2% أو 50% أو 61.8%. ثم بعد ذلك ننظر إلى الار اس اي ونرى هل لدينا اوفر سولد. إذا كان لدينا اوفر سولد، منطقة تشبع بيعي، في تلك المرحلة نستطيع البدء في البحث عن الشراء، لأن هذه الصفقة ذات احتمالية نجاح عالية وعالية جدا. طيب كذلك إذا أردنا الخروج من الصفقة سنستهدف دائما فيبوناتشي ريت اكستنشن 127%. تعرفون هناك نوعان من الفيبوناتشي، فيبوناتشي ريتريسمنت هو الذي نستعمله للدخول في الصفقة، يعني نحسب كم سيرتد السعر بالمقارنة مع تلك الموجة الدفعية أو البول باك، وفيبوناتشي اكستنشن نريد أن نحسب كم قد يصل السعر في المستقبل كهدف، والهدف هو 127%، دائما نستهدف 127%. أرجوكم تذكروا هذه الأشياء. لنرى مثلا آخر في سوق الفوركس، ثم بعد ذلك نذهب إلى سوق الأسهم. أريد مثلا لنقول أي شيء، أورو دولار مثلا. طيب لنرى هذه الحركة مثلا، لنرى هذه الحركة لليورو دولار هنا مثلا، حركة صاعدة. لاحظوا لدي يعني لدي حركة قوية، ثم كسرت، ثم يعني بول باك، بعد ذلك صعد السعر إلى هذه المنطقة، ثم إلى أين عاد؟ عاد إلى منطقة، لاحظوا هذه المنطقة هي منطقة ماذا؟ منطقة ستصبح، كانت منطقة مقاومة، ستصبح منطقة دعم. وإذا قمنا بوضع الفيبوناتشي هنا هكذا، فيبوناتشي ريتريسمنت، سنجد أنها تستقر على مستوى 61.8% هنا، 61.8% هنا وهنا، تلاحظون. طيب إذا نظرنا إلى الـ RSI، هل في هذه الحالة ليس أوفر سولد في هذه الحالة، عفوا أين نعم هنا، أعتذر هنا أصدقائي. إذا لاحظوا يعني ليس أوفر سولد، أوكي، ولكن يعني إذا قمنا بالدخول في الصفقة هنا واستعملنا فيبوناتشي ريتريسمنت، لاحظوا سنستعمل فيبوناتشي ريتريسمنت هكذا من هنا إلى هنا ثم نعود، سنجد أنه تم ضرب 127 الهدف الأول، يعني إذا دخلت هنا تم ضرب الهدف الأول، ثم تم ضرب كذلك 141، أوكي. طيب لنرى مثلا هذا النزول، لدينا موجة قوية، عفوا لدينا هذه الموجة، أوكي، ثم عاد السعر وبعد ذلك كسر، ثم إلى أين عاد؟ يعني إذا نظرنا إلى اليسار ثم بعد ذلك بول باك هكذا. طيب إلى أين عاد؟ إذا نظرنا إلى اليسار سنجد أنه عاد إلى تلك المنطقة التي كانت منطقة دعم في الأول وأصبحت الآن منطقة مقاومة هنا، تلاحظون عاد إلى هذه المنطقة. إذا قمنا باستعمال فيبوناتشي من هذه الموجة إلى هنا سنرى أنه وصل إلى 61.8%، تلاحظون جاء إلى 61.8%. إذا قمت بالبيع ستستهدف 127 فيبوناتشي اكستنشن لهذه الموجة، لنرى هل تم تحقيق الهدف 127 فيبوناتشي اكستنشن. لاحظوا يعني بعد البيع هنا، لاحظوا جاء إلى منطقة 127 فيبوناتشي اكستنشن، تلاحظون. وهنا في هذه المنطقة يعني الأوفر سولد والأوفر بوت لم تعطينا ذلك، ولكن يعني إذا استعملت 70 و30 سيكون أوفر بوت في هذه المنطقة، إذا استعملت 70 و30، أنا أستعمل 80 و20. طيب لنأخذ مثالا في سوق الأسهم على أساس أنك مستثمر، ونأخذه على مثال يومي. لنأخذ مثلا لا أدري إنفيديا مثلا. طيب إنفيديا لنرى لدينا أي شيء هنا، أريد أن أرى أي حركة، يعني إنفيديا هل هناك أي شيء مستطيع تحليله؟ ربما هنا هذا الترند قوي مثلا، أريد أن أرى فقط أي يعني حركة معينة. طيب سنقوم بتكبير بعض الشيء هكذا،
يعني هذا ترند قوي كما تلاحظون، ليس هناك يعني بعض طيب لنرى مثلا آخر، مثلا جوجل أو فيسبوك أو أي مثال معروف. أريد فقط أن أعطيكم يعني بعض الأمثلة حتى تفهموا، حتى إذا كنت مستثمرا يعني كيف يمكنك استعمال هذه الطريقة. لاحظوا مثلا هنا لدي هذه الحركة القوية pull back، ثم صعد السعر، كسر هذه المنطقة التي كانت منطقة مقاومة أصبحت منطقة دعم. تلاحظون عاد إليه السعر. إذا استعملنا هذه الطريقة، طيب أولا أريد أن أحدد الموجة، هذه هي الموجة مثلا، لاحظوا هذا الصعود من هنا إلى هذه المنطقة، تلاحظون أين هي منطقة المقاومة، هي هذه المنطقة ضعها بخط أزرق مثلا هكذا، وخط طيب هكذا. ثم عندما يعود إلي السعر أقوم باستعمال أداة الفيبوناتشي لهذه الموجة التي كسرت، هذه الموجة التي كسرت ذلك الدعم، هذه الموجة تلاحظون هذه الموجة، وبالتالي سأقوم بأخذ الفيبوناتشي ريتريسمنت، ولاحظوا إلى أين وصلت، وصلت إلى 50%، عفوا حركت الفيبوناتشي، وصلت إلى 50%، تلاحظون. إذا هنا أستطيع استعمال هذا المستوى حتى ولو لم يعطيني مثلا اوفر بوت او اوفر سول، اعطاني شمعه من الشموع اليابانيه. اذا تستطيع كذلك عوض الاوفر بوت او اوفر سول تستعمل نماذج الشموع اليابانيه. طيب اذا قمنا بالدخول شراء من هذه المنطقه، اين سيكون الهدف؟ 127 فيبوناتشي اكستنشن، ويعني اذا دخلت شراء من هنا هذا هو الهدف، تحقق، وتحقق حتى 161 عندما يكون الترند قوي، عندما يكون هناك اتجاه قوي يتحقق كذلك مثل هذا الهدف. اذا كما تلاحظون يعني اذا استعملنا الفيبوناتشي، اداه الفيبوناتشي لوحدها لا تعطينا صفقات جيده ذات احتماليه نجاح عاليه، ولكن اذا استعملت البنيه تنظر دائما الى اليسار ترى هل هناك دعم او مقاومه، استعملت كذلك الاوفر بوت الاوفر سولد الار اس اي، او استعملت نماذج الشموع اليابانيه معها، يعني دائما هناك على الاقل تضيف عنصرين الى اداه الفيبوناتشي، هنا تحصل على يعني تحصل على صفقات ذات نجاح، ذات احتمالية نجاح عالية يا صديقي. إذن كما ترون هنا هذا هو سر احتراف تداول أداة الفيبوناتشي. العامل السري والأساسي الذي يخفونه عنكم لكي تصبح محللا فنيا قويا ومتداولا ناجحا. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى بعض الأمور التي قليل ما يتحدث عنها، وأنا الآن قمت بتطبيقها مباشرة على صفقة لايف. سأشرح لكم العامل الأساسي وسأعطيكم كذلك التطبيق حتى تفهموا هذا العامل السري قوته ونجاعته. طيب ما هو هذا العامل السري؟ هذا العامل السري هو الزخم، المومنتوم. وماذا أقصد بالمومنتوم؟ أقصد بالمومنتوم سرعة السوق. يعني لنقل أصدقائي أنه لدي موجة دافعة، وعندما أرى موجة دافعة يعني هذا يقول لي أن هناك مشترين أقوياء في السوق، بالتالي أقول عندي نفسي متى هل سأدخل شراء من هذه المنطقة ما دام هناك مشترين؟ لا، نحن الآن في قناة العلم يعرف الكذب أصبحنا أذكياء، أصبحنا نطلب من السوق أن يعطينا سعرا أفضل، بالتالي سأنتظر البول باك. ولكن إذا لاحظت أن هذا البول باك تتزايد سرعته، يعني كل موجة تزداد، خصوصا آخر موجتين، آخر موجتين مثلا سرعتهما تزداد، هل سأدخل شراء انطلاقا من انتظار مرحلة انتقالية في هذه المنطقة رانج وبعد ذلك أدخل شراء عند كسره؟ لا، لأن هنا قوة البائعين تزداد شيئا فشيئا. بما يعني منطقيا بما أن سرعة الموجات تزداد، يعني أن البائعين بدأوا يدخلون بكميات أكبر وأكبر وأكبر وأكبر، بالتالي البائعين لا زالوا موجودين في السوق، بالتالي نحن نريد أن نتداول ونشتري عندما نرى إشارات انتهاء للبائعين. أوكي، انتهاء للبائعين، بالتالي هنا أريد دائما أن أرى مثلا في المنطقة تصحيحا ثم نزول، وتكون هذه الموجة الأخيرة أقل من هذه الموجة في الزخم، وهنا سأبحث عن تلك المرحلة الانتقالية، تلك الترانزيشن فيز التي هي قد تكون رانج نطاق، وبعد ذلك عند كسر تستطيع البدء بالدخول في صفقة شراء، وتكون دخلت من أفضل منطقة ممكنة لأنك تريد أن تدخل مع هذا المشتري ما دام لم يتم كسر هذه المنطقة. تلاحظون إذا أفضل أو أهم سر وأهم عامل يساعدك على أن تصبح متداولا فنيا قويا
هو كيف طريقة حسابك للزخم. لا تستعمل مؤشرات، استعمل يدك. المشكلة هو كيفية تحديد الموجات. سأريكم مثال، نحن دخلنا في صفقة الأوزي جي بي واي، وكنت قد وضعتها في قناة التوصيات. يعني هنا بين قوسين، من أراد الاشتراك معنا في قناة التوصيات ما عليه إلا الاتصال بي عبر الواتساب، وحتى من أراد الاشتراك في الدورة التدريبية للكورس تحليل الموجي ما عليه الاتصال بي عبر الواتساب. سجلوا الواتساب في الفيديو وكذلك في التعليقات أسفل. أوكي طيب، هنا الأوزي جي بي واي. أوزي جي بي واي أردت أن أعرف من المتحكم في السوق، وعندما ذهبت إلى فريم 4 ساعات وجدت أن المتحكمين في السوق هم هؤلاء البائعون في هذه المنطقة. هذا البائع هو المتحكم في السوق ما دام لم يصعد السعر ويكسر لي هذه القمة. قلت أوكي طيب، ما دام هذا البائع هو المتحكم في السوق، أريد أن أرى متى ينتهي زخم هذا التصحيح، هذه الموجة، لأدخل معه بيعا، لأدخل بيعا. ما الذي قمت به؟ ببساطة حددت الموجات بالنسبة لي التي بها مشترون، وهذه هي الموجة الأولى، هذه هي أول موجة، والموجة الثانية هي هاتي. كيف حددت ذلك؟ استعملت التحليل الموجي، لأنني أعرف باستعمال التحليل الموجي أن هذا نموذج تصحيحي واضح ويسمى يعني رانين فلات. بالتالي الموجات التي بها المشترين هي هذه الموجة، الموجات القوية التي بها المشترين هي هذه الموجة وهذه الموجة. أوكي بالتالي هل أريد أن أرى هل زخمهما يعني بدأ ينقص؟ إذا رأيت أن زخمه بدأ ينقص، أبحث عن الدخول في صفقات بيع، ولاحظوا الزخم ينقص، بالتالي هذه فرصة جيدة. قلت أوكي، هذه فرصة جيدة للبحث عن البيع. طيب بعد ذلك أريد أن أرى متى سينتهي هذا المشتري، ستنتهي قوته، متى سيخرج من الصفقة هذا المشتري. بالتالي بعد ذلك قلت أوكي، سأذهب إلى فريم الساعة لأرى متى سينتهي هذا المشتري. طيب أين ظهر هذا المشتري؟ ظهر في هذه المنطقة، لاحظوا ظهر في هذه المنطقة، جرى بقوة، يعني مستر بوم ظهر في هذه المنطقة، جرى بقوة، بعد ذلك عاد يعني ارتاح لمدة 50% ل 50%، ثم جرى مرة أخرى وكسر ريكورد أو رقم قياسي، ثم رقمه القياسي، ثم بعد ذلك ارتاح ل 30%، ثم جرى لمدة طويلة وبقوة وكسر رقمه القياسي، لا زال المشترون موجودون في هذه الموجة، ثم بعد ذلك ارتاح لمدة 30%، بعد ذلك جرى، لم يستطع أن يكسر القمة، بالتالي هنا عندما عاد إلى المنطقة عاد تقريبا 80%، يعني هنا بدأت علامات التعب، بدأ يتعب، أوكي، بعد ذلك جرى تقريبا لم يستطع الكسر، ثم ارتاح قليلا، ثم جرى وكسر بالكاد، ثم ارتاح قليلا، ثم بعد ذلك جرى لمرة أخرى، ثم ارتاح ل 100% تقريبا، ثم جرى وبالكاد كسر القمة، ثم ارتاح ل 90%، وبعد ذلك مرة أخرى جرى، ولكن هذه المرة ما الذي وقع؟ يعني أكثر من 120%. هنا في هذه المنطقة أوكي بدأ يتعب، هنا إشارات التعب. طيب في هذه المرحلة، في هذه المنطقة ظهر مرة أخرى المشترون، لاحظوا لم يستطيعوا أن يكسروا رقمهم القياسي، تلاحظون ظهر مستر بو مرة أخرى ولكن لم يستطيع، بالكاد يعني استطاع أن يصعد إلى هذه المنطقة، وبعد ذلك ما الذي وقع؟ أكثر من 120 أو 130%. أوكي فقلت في نفسي أوكي، عندما يعود السعر إلى هذه المنطقة سنبحث عن البيع، وهذا الذي قمنا به. عندما عاد السعر إلى هذه المنطقة بحثت عن ماذا؟ عن البيع، وقمت بالبيع، وقف خسارتي في هذه المنطقة. أنا الآن تأكدت من أن زخم هذه الموجة مومنتوم انتهى، بالتالي سأخذ صفقة بيع، ولاحظوا يعني أخذت هدفي، الهدف الأول سيكون في هذه المنطقة، الهدف الأول سيكون في هذه المنطقة، لأنه من هذه المنطقة لاحظوا هذه القوة التي صعد بها السعر، يعني هناك مؤسسة قوية في هذه المنطقة لا زالت موجودة، بالتالي هدفي سيكون تلك المنطقة مباشرة، وربما يكون أهداف أخرى، قد تكون هناك أهداف أخرى، ولكن سأكتفي فقط بهذا الهدف، لا أريد أن أدخل في احتمالات ربما تفشل الصفقة ربما تنجح، لا أريد أن أدخل في احتمالات تكون قوية قوية وقوية جدا. بالتالي هذه الصفقة ريسك ريورد 2.24، ريسك ريورد جيد، الخطر مقابل الربح، ولنرى عن ماذا ستسفر. تلاحظون حللنا فقط باستعمال التحليل الموجي والزخم، الزخم يعني سرعة السوق، متى ينتهي المشترون لكي ندخل مع البائعين الذين هم متحكمين في فريم الأربع ساعات. تلاحظون في فريم 4 ساعات، لأنه في فريم 4 ساعات الاتجاه بالنسبة لنا هابط، ولكن في فريم الساعة سنجد أن الاتجاه ماذا؟ الاتجاه صاعد.
اوكي، اذا انا ساتداول مع هذا البيج باي، لا اريد ان اتداول مع هذا السمولر بوي، هذا الصغير لا اريد ان اتداول معه، اريد ان اتداول مع هذا الشخص الكبير. اوكي، اذا هذه الصفقه اراكم عندما يكون هناك اي جديد. اذا كما تلاحظون اصدقائي، صفقه الاوزي جي بي واي تحقق تقريبا اكثر من 49 50 نقطه. اذا ساطلب من اعضاء المجموعه ان يخرجوا من هذه الصفقه الان مباشره امامكم، يعني الان، يعني اريد ان اخرجهم من الصفقه. لم تعد صفقه جيده. اذا اوزي جي بي واي اوت ناو بلس 50 بيبس تقريبا، يعني كما تلاحظون. وسأخرج أنا كذلك من هذه الصفقة الآن، نخرج كذلك من الصفقة بأرباح جيدة كما تلاحظون. هذا يعني شرحت لكم العامل السري الذي سيساعدكم على أن تصبحوا متداولين محترفين. كما تلاحظون أصدقائي، خرجنا من الصفقة الآن من هذه المنطقة تقريبا بربح 50 49 نقطة. يعني كما تلاحظون أعطيتكم يعني العامل السري والسحري الذي سيساعدك على أن تصبح متداولا محترفا ومحللا فنيا قويا، لأن الكل يستطيع أن يكون محللا فنيا، الكل يستطيع أن يعطيك تحليله وتوقعه، ولكن هذا الفيديو الغرض منه هو أن يكون لديك توقع قوي وتدخل كذلك في صفقات مع ذلك التوقع لتتداول. أوكي، وهذا ما الذي هذا الذي فعلنا في هذه الصفقة أصدقائي، صفقة لوزي جي بي واي. شرحت لكم يعني هذا العامل وكيف أقوم باستعماله، شرحت لكم كذلك منطقة الدخول أين سأدخل، ودخلنا في صفقة أمامكم بتطبيق، وكذلك دخلنا في قناة التوصيات، وكذلك رأيتم متى خرجنا من قناة التوصيات بربح 50 نقطة مباشرة. أصدقائي تعرفون أنا أستعمل الشفافية معكم دائما، وأنتم الآن لاحظتم كيف نتداول. هنا ينتهي درس اليوم، هنا تنتهي دورة التحليل الفني، دورة احتراف التحليل الفني. أصدقائي المتداولين، إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أننا قمنا بمجهود كبير لإعطائكم كل هذه المعلومات. لا تنسوا الاشتراك في القناة، دعمنا باللايكات، وكذلك لا تنسوا أن العلم لا يعرف الكذب. كان معكم وسام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.